آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت، أصحاب السعادة الرؤساء المؤسسون ورؤساء الجامعات، السادة مديري المدارس الثانوية والمدارس الخاصة، الأساتذة المعلمين والمعلمات، السادة مديري الموارد البشرية والتدريب والتطوير، أعزائي الطلبة، أعزائي الباحثين عن العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنظم شركة ميد بوينت معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل بنسختها العاشرة، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 24 والخامس والعشرين من شهر فبراير لعام 2021 عبر منصة المايكروسوفت تيمز. وعلى هامش المعرض تنظم شركة ميد بوينت منتدى الموارد البشرية لدعم الباحثين عن العمل، والذي سيسلط الضوء على أهمية اختيار التخصص الأكاديمي والفرص الوظيفية المستقبلية. والآن يتفضل راعي الحفل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. الأخت الفاضلة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات، الأبناء والأخوة ممثلي الجامعات، ممثلي معاهد التدريب، ممثلي الشركات المشاركة، الطلاب على اختلاف مستوياتهم التعليمية، أهلا وسهلا بكم في هذه الفعالية المتميزة، وهي معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل، وهي حقيقة فعالية رائدة، يعني تستشرف المستقبل وتعطي الفرصة لمساهمة معاهد التدريب والشركات الخاصة في دعم جهود الدولة في معالجة الفجوة أو تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم. والحقيقة أن ربط متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم هي عملية تكاملية مسؤولية وطنية لا تقوم بها جهة واحدة دون غيرها، وإنما هي مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع. فالأبناء الأعزاء الآن في هذه الفعالية مدعوون للزيارة والتعرف عن قرب على احتياجات سوق العمل وعلى ما تعرضه من وظائف وما تتطلبه من مهارات فنية مختلفة لتهيئة أنفسهم لدخول معترك الحياة العملية في المستقبل. هذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة وأولوية خاصة من قبل القيادة برئاسة حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يضع هذا الموضوع موضع الأهمية أو الأولوية القصوى. ولذلك فقد شكل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك وعضوية جميع الوزراء والجهات المعنية والقطاع الخاص لكي يشرف مباشرة على عملية تطوير منظومة التعليم والتدريب لتتواءم مع احتياجات سوق العمل. جهود كبيرة تبذل، لجان كثيرة، فرق عمل كثيرة، واحدة من أبرزها هي الفريق المختص بإطلاق مهارات التوظيف.
منصة مهارات التوظيف مشروع مستقبلي رائد سوف يتم إطلاقه عما قريب بمشاركة القطاع الخاص ومشاركة القطاع العام، يقدم معلومات وبنك أو قاعدة معلومات متينة للطلبة وأولياء الأمور وكل المهتمين تعكس لهم توجهات المستقبل، وظائف راح تكون متاحة في المستقبل أو التي سوف تتراجع في المستقبل. عملية مهمة جدا وتتطلب تعاون جدي وتضافر بالجهود بين الجميع لكي نستطيع أن نرشد سياسات التوظيف والتدريب في المستقبل. ما يهمنا اليوم في هذا المعرض بالذات هو أن يكون الشباب ملمين، الداخلين الجدد في سوق العمل ملمين بحسن الاختيار، حسن التوجه المهني، معرفة ميولهم واستعداداتهم، وأيضا ما هو متوفر في السوق في المستقبل لكي ينتهزوا الفرص وينجحوا في أعمالهم في المستقبل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على كلمته. والآن مع الداعم الرئيسي للمعرض الذي سخر إمكانيات وزارة التربية والتعليم لإنجاح هذا اللقاء الهام مع قياديي الجامعات والتعرف على التخصصات الأكاديمية التي تمنح من قبل الجامعات، سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، فليتفضل مشكورا.
نشكر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على كلمته. والآن كلمة سعادة الشيخة نورة بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت فلتتفضل. مشكورة. سيد جميل بن محمد بن علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، راعي المعرض، أصحاب السعادة، رؤساء الجامعات والمعاهد التدريبية ومدراء التوظيف والتدريب في مؤسسات القطاعين العام والخاص. السيدات والسادة الحضور الكريم، يأتي هذا المنتدى والمعرض بشكل عام استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تهدف لرفع معدلات التنمية البشرية بين الشباب البحريني وتهيئهم علميا ومهنيا لسوق العمل من خلال التعاون الوطيد بين مختلف أطراف معادلة العمل، وهي المؤسسات والشركات من جهة التعليمية والتدريبية من جهة ثانية، والطلبة والخريجين من جهة أخرى. ويهدف هذا المنتدى إلى تحقيق تأهيل الشباب البحريني تعليميا وتدريبيا وتعزيز إنتاجية فرصهم ودمجهم بسوق العمل من خلال حوار جريء وصريح بين مشاركة قيادات تعليمية وخبراء في مجال التدريب وعدد من أرباب سوق العمل من أجل صناعة شراكة حقيقية في تحمل مسؤولية دمج خريجي وشباب في سوق العمل وتمكنهم من المنافسة الفعالة في هذا السوق. أيها الحضور الكريم، إن منظومة متنوعة من جامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التوظيف والتدريب وهيئات التطوير الموظفين بالشركات الحكومية والخاصة تحتاج بلا أدنى شك لجهد تتضافر فيه الجهود الحكومية والأهلية لتصب في جهة واحدة تستمد إشعاعها وطريقها من رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وهنا يأتي دور شركة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات من أجل استكمال نجاح هذا الجهود وتكاتفها، وتأتي مبادرة الوطنية للتوظيف والتدريب ومبادرة البحرين للتدريب والتوظيف ما قبل العمل، وهذا المنتدى المصاحب له لتجمع بين مختلف ذوي العلاقات بسوق العمل وتحقق تواصلاً إيجابياً وخطوات ملموسة وتبادلاً للرؤى والأفكار والملاحظات. وفي الختام لا يسعني في هذا المقام إلا أن أرفع خالص شكري وتقديري لسعادة السيد جميل بن محمد علي الحميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، ولجميع كوادر الوزارتين على تعاونهم وفعاليتهم معنا، وهو ما يدل على حرص القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، على تقديم الدعم اللامحدود لمنظومة التعليم والتدريب وتأهيلهم لخوض غمار العمل بما يتسق، والشكر موصول مع رؤيتنا الاقتصادية 2030 لجميع من ساهموا في إنجاح هذه الظاهرة الرائعة، ولجميع الجامعات والمعاهد والمؤسسات والشركات والمشاركين، ولجميع الطلبة والخريجين والباحثين عن العمل الذين أبدى عدد واسع منهم كل الجدية والإيجابية معا، والذين يشكلون عنصرا مهما من عناصر النجاح.
نشكر سعادة الشيخة نورة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة ميدبوينت على كلمتها القيمة. والآن راح نبدأ مع أولى جلساتنا لهذا اليوم، منتدى الموارد البشرية لدعم الباحثين عن عمل، وسيكون معنا في الجلسة الأولى التعليم والتدريب وانعكاسات جائحة كورونا، كل من سعادة البروفيسور الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين. أهلا وسهلا فيك بروفيسور رياض. يا أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالخير. وسعادة البروفيسور الدكتور عبد الله بن يوسف الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء الجامعة الأهلية، مساك الله بالخير بروفيسور عبد الله. ميوت صاير. وسعادة البروفيسور الدكتور غسان فؤاد عواد. قبل غسان أسلم عليكم ورحب غسان، أهلا وسهلا بكم. سعادة البروفيسور الدكتور غسان فؤاد عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية، أهلا وسهلا فيك بروفيسور. أهلا فيك أخ حسين، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. وسعادة الدكتورة ريم البوعينين نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية جامعة بوليتكنيك، أهلا وسهلا بك سعادة الدكتورة. يبدو أن هناك خلل ما، لم تستطع الانضمام إلينا. على أي حال، سعادة البروفيسور الدكتور رياض بن يوسف حمزة، هناك حديث عام عن التعليم والتدريب وانعكاسات جائحة كورونا، هل لك أو تعطينا ما هي معوقات التعليم الافتراضي إذا أذنت لنا بروفيسور؟ نعم، شكرا جزيلا أولا على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة مع هذه النخبة المتميزة حول هذا الموضوع الهام. طبعا يعني احنا يعني بادئين بكلمه معوقات، هذه مشكله يعني ما جلسه وحوارها يعني، ولكن نقول ان بالنسبه لمعوقات التعليم الافتراضي وبعد هذه التجربه التي خاضها الجميع حول التعليم عن بعد او التعليم الافتراضي، تبينت للكل معوقات قد تكون خاصة وقد تكون عامة، ولكن الأهم لما نتكلم عن مستقبل هذا النوع من التعليم إن من الضروري جدا مواصلة استخدام تكنولوجيا التعليم بشكل عام بعد انتهاء الأزمة، لأن من الطبيعي إن وبعد أن استخدمت الجامعات والمدارس التعليم الافتراضي بشكل كلي على مدار العام إلى الآن، وبعد أن يعني رأينا بشكل عملي النتائج الإيجابية وما يوفره التعليم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن من توفير للوقت والجهد والمصروفات في العملية التعليمية، أن يستمر استخدامه في المستقبل مع الفاين تونينجز اللي كل واحد منا اكتشف أنه يستطيع أن يطور هذا النوع من التعليم. ثم يعني هناك موضوع يعني أعتقد بأن النظرة للتعليم الافتراضي اليوم اختلفت بصورة كبيرة جدا عما كانت عليه قبل سنة، يعني العالم اختلف يعني تغير بالنسبة للتعليم. هناك اليوم طبعا ثقة أكبر بعملية التعليم عن بعد والتعليم المتزامن وغير المتزامن بعد أن تم تجربتها بشكل فعال على نطاق كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا. مع ذلك لا يمكن الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد لأهمية وجود الطلبة في الحرم الجامعي والطلبة في المدارس واختلاطهم ببعض وبالمدرسين، ولكن يمكن الاستعانة بالتعليم الافتراضي لتدعيم المسيرة التعليمية في بعض المقررات. فعلى سبيل المثال عندنا في جامعة البحرين وافق مجلس الجامعة على طرح
المواد المشتركة الأساسية من متطلبات الجامعة بصورة افتراضية بشكل دائم حتى بعد انقضاء الجائحة، مما راح طبعا سيوفر الكثير من الوقت والجهد والمال للطالب وللمؤسسة. وقمنا بتصوير المحتوى الإلكتروني لهذه المواد الأربعة المشتركة بدقة عالية ليتم توفير كل هذه المحاضرات على منصة إدارة التعليم للجميع بصورة دائمة. هناك أيضا نقطة مهمة، وأنا يعني أتمنى من الجميع أن احنا نعمل فيها ونشترك في التعاون لحلها، وهي البحوث الخاصة بتطوير المنصات التعليمية اللي عن بعد. طبعا احنا الآن نستخدم، الكل منا يستخدم منصات عالمية معروفة، سواء من تيمز ولا زوم ولا بلاك بورد وجوجل، كل هذه الأمور هناك الآن سباق عالمي في تطويرها بما يتلائم مع التعليم الفعلي بعد اللي كلنا عشناه بعد البدء في هذا النوع من التعليم. هناك مجال كبير جدا للبحوث العلمية التقنية التربوية في هذا الموضوع، بل أن البحوث الآن الخاصة بالتعلم الافتراضي والتعلم عن بعد أصبحت من يعني هم الجامعات ومراكز البحث العلمي. وأنا أعتقد أن البحرين بشبابها الذكي النبي قادر أن ينخرط في هذا النوع من الأبحاث في جامعاتنا الوطنية أو الخاصة. وأنا أعتقد أن الخلاصة، خليني أقول حتى لا أطيل في هذه الجزئية، أن المعوقات هي معوقات يمكن حلها بمزيد من التركيز على كيف يعني نتحدى الظروف اللي شفناها والصعوبات اللي شفناها في التعليم الافتراضي. شكرا. ميوتد. شكرا جزيلا بروفيسور رياض على 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 هذه المشاركة القيمة. وننتقل للسؤال الآخر للدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الحواج. برأيك بروفيسور عبد الله، يعني في ظل الوضع الراهن، هل أثر التعليم الافتراضي على جودة التعليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الشيخة نورة بنت خليفة الخليفة على ترتيب هذا الملتقى وهذا المعرض والاستمرار. وأحب يعني أشيد بهذه الخطوة الجبارة، وبالذات التعاون مع المؤسسات والقطاع الخاص، وهي تنتهج انتهاج جديد جدا، هو الشراكة مع الجامعات والمجتمع. ولذلك عندما سألت هل ممكن أن الجامعة الأهلية تساهم وتكون منصة، وإن شاء الله في كل عام جامعة أخرى تقوم بهذه المهمة، لنشعر بأننا نعمل جميعا في نفس البوتقة الحقيقة، ونكمل بعضنا بعضا. ولذلك الحقيقة سعادتي كبيرة بهذه الخطوة الإيجابية التي قامت بها سعادة الشيخة، وهي منطلقة من ما هو موجود في العالم. يعني QS عندما تقوم بمؤتمراتها دائما يكون لها حاضن، وهذا على نفس النموذج. وأنتهز هذه المناسبة طبعا أتقدم بالشكر الكبير لصاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأيضا صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، وأقول لهم للسؤال أن التعليم يتقدم في البحرين، وأن الجائحة والفترة الجائحة أثبتت بأن البحرين قد استثمرت
في الاتجاه الصحيح في البنى التحتية، قد استثمرت في الاتجاه الصحيح في تكنولوجيا المعلومات، وهذه مو كلامي أنا ولا كلام رؤساء الجامعات بس، هذه كلام الأمم المتحدة. الأمم المتحدة صنفت البحرين على أنها الدولة رقم 13 في تكنولوجيا المعلومات وفي الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية في البحرين، وهذا شيء نعتز ونفتخر به. ولذلك أكرر وأشد بيد الدكتور رياض حمزة عندما أشاد بالتجربة، وأن يجب أن نتعلم بهذه التجربة، وأقول له يعني أنه لا بد أن نعمل كلنا جميعا ونشارك في تطوير هذه التجربة لنضع البحرين في مركزها الطليعي الطبيعي بين شقيقاتها في دول مجلس التعاون وعلى مستوى العالم. أنا دائما أحلم بأن تكون البحرين مركز التعليم في المنطقة، وأن تكون البحرين هي البحرين اللي عرفناها وسمعنا عنها قبل 100 سنة عندما بدأ التعليم في الخليج. فاليوم هي فرصة، كنت أقول أن تكون البحرين بوسطن الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك التعليم الحقيقة في البحرين يتطور، والتعليم في البحرين يتجه اتجاه مناسب جدا جدا. وأنا أعتقد الآن البحرين بها 13 و 14 جامعة، سواء كانت حكومية أو إقليمية أو جامعات أهلية وخاصة، ومنها من وصل إلى العالمية. ولازم نسوق هذه البحرين ونقول لطلابنا وطالباتنا أننا نستطيع أن نبدع ونستطيع أن نخترع ونستطيع أن نكتشف. ولذلك هذه فرصة الحقيقة، هذا الملتقى فرصة جميلة أول شيء بيننا نحن رؤساء الجامعات والمسؤولين عن التعليم العالي، لأن نضع أيدينا في أيدي بعض، نكمل بعضنا بعضا. أنا دائما أقول الجائحة أتت لتعلمنا درس التعاون والتكامل. حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرادت أن تختلف مع الصين، شوفوا ماذا حصل لنا، لابد أن نتعاون. تصوروا لو أن الولايات المتحدة والصين تنافسوا بشكل يعني جنوني، سيتحطم العالم كله. إذن المستقبل التعاون. هنا نحن في البحرين، هذه المملكة الصغيرة الجميلة، صغيرة بتعدادها وبمساحتها، ولكنها طموحة بما تسعى إليه. نحتاج إلى أن نتعاون، نحتاج إلى أن نكون مع بعض، وسوف نطور التعليم. ولذلك أنا أعتقد أن الجائحة أتت علينا، وإن شاء الله تنتهي ونحن في بردا وسلاما، يقولون نتعلم الدرس ونبدأ الحقيقة. نعم أنا أؤيد أن يستمر التعليم الافتراضي جزء منه حتى بعد الجائحة، لأننا نختصر الكثير من الوقت ونختصر الكثير من الإمكانيات، وأيضا نستطيع أن نستخدم يعني أفضل الدكاترة في الدنيا كلها ليقدموا الشيء المشترك. يعني أنا اليوم بكل سهولة أجيب من أفضل جامعة في العالم أستاذ في تخصص معين يتحدث إلى طلابي. في السابق هذا ما كان مقبول ولا كان موجود، اليوم أصبح مقبول. المفروض الآن أن التشريعات القادمة، وإن شاء الله البحرين تكون يعني سباقة في هذه التشريعات تسمح بذلك. وإحنا الآن في البحرين الحقيقة يعني في تطور ملحوظ جدا. الحكومة الحقيقة وأعطت التعليم اهتمام خاص جدا، وتحاول أن تضعه وأن يكون التعليم العالي بالذات مدخل إلى الاقتصاد في البحرين، وهذا شيء مهم جدا. ولذلك الأخ حسين أشكرك على هذا السؤال الحقيقة، أرجو أن أكون جاوبت عليه، ويعني أحب أعطي فرصة للإخوان. ولكن أعود مرة ثانية وأقول thank you الحقيقة all of you. I don't know if some of you of course with their Colin and Muna. I think Muna knows Arabic anyhow, but yeah. Yeah, only a few maybe.
who I'm really sorry, but I think during this session we may talk little in English so we understand each other. Thank you very much for your question, and I'm always really happy to look and see these happy faces also, and يعني Bahrain is proud of all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, Professor Abdullah. شكرا جزيلا Professor Abdullah على مداخلتك القيمة. والآن مع سعادة البروفيسور الدكتور غسان. يعني ودنا إحنا نعرف الله يطول لعمرك كيف أثرت جائحة كورونا على العملية التعليمية في الجامعات؟ هل لك أن تعطينا يعني فكرة عن هذا؟ لأن هذا السؤال هام جدا بالنسبة سواء إلى أولياء الأمور وكون الآن الطلبة راح يدخلون على حياة جديدة. فهذا السؤال يمكن يعني هو مؤرق إلى بعض أولياء الأمور وإحنا منهم يعني بالمناسبة. فهل لك أن تعطينا الله يطول عمرك يعني تفضل دكتور. إن شاء الله. السلام عليكم. مشكورين. مشكورة سعادة الشيخة نور الدعوة الكريم الأخ حسين. طبعا راعي الحفل الكريم وسعادة وزير العمل شؤون اجتماعية التنمية الاجتماعية وسعادة وزير التربية والتعليم لجهود جبارة. طبعا سؤال جميل يا أخ حسين. لازم واحد يعرف أنه في 7.6 بليون people في العالم تأثروا. في بالعالم 33 ألف جامعة تأثرت بسبب في ملايين المدارس طبعا. فالتأثير كان في جانب ما إيجابي طبعا أنه يعني قدام أمر واقع أنت الله ما في جائحة في وباء عالمي. أكيد بدك تحاول تساعد طلابك يتخرجوا يكملوا دراستهم. فالحمد لله البحرين مثل ما تفضل الزملاء الكرام بروفيسور رياض بروفيسور عبد الله كانت سباقة الحقيقة في دار رياكشن يعني للبانداميك. يعني أنا بتذكر في جامعة العلوم التطبيقية في يناير بال 2020 حقيقة لما بلشت القصة في ووهان سألني رئيس مجلس الأمناء سعادة الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة دكتور شو راح تعملوا بموضوع كوفيد 19. حقيقة أنا تفاجأت يعني إنه ما في شيء بالمنطقة. قلت له يعني إن شاء الله بنحط شيء بلان أو بوليسي. بس قلت له ووهان بعيد كثير عنا. قال لي يا دكتور ما بتعرف يعني كان في اجتماع لمجلس الأمناء ب 13 فبراير. فنحن قدمنا بلان كوفيد 19 بلان لمجلس الأمناء في فبراير 2020 تحضيرا إنه قد يحدث شيء. طبعا بآخر فبراير بلشت القصة فكنا نوعا ما مستعدين. طبعا في عدة شغلات أخ حسين لازم واحد يعني ينتبه لها. شيء طبيعي بدك شغلات الكاباسيتي بيلدينج يعني تدريب الأساتذة والطلاب على منصات إلكترونية جديدة طريقة جديدة في التعلم والتعليم والتقييم. في عندك لوائح كانت مش موجودة بكثرة البوليسيز الاستراتيجيات طبعا كلها كانت شغلات مهمة إنه الواحد يطورها حتى يقدر بالأخير يكمل العملية التعليمية بمخرجات. دكتور الحواج كمان حكي عن جودة المخرجات بهالظروف الصعبة. بتصور أنه كان في فرص كتير أنك أنت تستعين بقدرات عالمية ببعض الأحيان يكون في نوع من التعاون الأكثر international collaboration صار أكثر الحقيقة. السبورت من عدة جهات يعني في مملكة البحرين الحقيقة حتى الواحد ما بخاف ينسى يعني يقول اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد المجلس الأعلى للتطوير التعليم والتدريب وزارة التربية والتعليم مجلس التعليم العالي هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. حقيقة كلهم عملوا جهود يعني خارقة ومن لا يشكر الناس يشكر الله في الحقيقة. لأنه البحرين فعلا لما نحكي مع زملائنا هلا صار عندنا فرص كثيرة نحكي مع زملاء عالميين في كل دول العالم أكثر. وعما نشوف إنه البحرين في مراكز متقدمة جدا بالعملية التعليمية في ظل جائحة اكتسحت العالم كله مش يعني بس المنطقة تبعنا. فالحقيقة كان في شغلات فعلا إيجابية ما في أي شك فيها. طبعا السلبيات إنه الطلبة اللي هن بيحبوا يجوا على الجامعة لما نجتمع فيهم حاولنا قد ما فينا نجتمع فيهم افتراضيا بندوات بورشات. بس غير ما يجي الطالب على الجامعة ويحس حس الجامعة واليونيفرسيتي لايف كامبس لايف تسوى الحظ الحياة هذه is missing. بس إن شاء الله نقدر نعوضهم بالمستقبل على
السنة اللي راحت عليهم بدون ما يكونوا متواجدين معنا. ما بدي كثر أكثر أخي حسين، إن شاء الله أكون جواب طلبته مني. أجبت إجابة ما شاء الله مستفيضة ووافية ما شاء الله عليك as usual، الله يطول عمرك. يبدو أن الآن راح نسألكم سؤال عام لجميع رؤساء الجامعات إذا تأذنون لي، وراح نبدأ مع سعادة البروفيسور رياض حمزة. يعني بعد انتهاء جائحة كورونا، هل من المصلحة مواصلة التعليم الافتراضي جزئيا أو كليا في دقيقة إذا ممكن؟ نعم، شكرا يا أخي. طبعا مهم جدا ان الاستمرار في استخدام هذا النوع من التعليم، التعليم الافتراضي، لأنه يعني الأمور تغيرت حقيقة في جميع مؤسسات التعليم العالي والتعليم المدارس. ولكن مهم جدا ان نحن نعمل في هذه الفترة، هي ليست الاستمرارية في استخدام هذا النوع من التعليم، ولكن توفير ما هو مطلوب ليستمر هذا النوع من التعليم ويتقدم. قضايا استقرار البنية التحتية التقنية، أن تكون يعني هذا بشكل عام بلا انقطاع. اليوم الشركات العالمية كلها توفر التكنولوجيا بحيث أنه يكون على مدار الساعة لتلبية احتياجات القطاعات التعليمية. علينا أن احنا نواكب هذه الأمور، نواكب جميع الحلول أو نأتي بحلول للمعوقات، نأتي بالتشريعات. يعني هناك شح في الموارد والإجراءات، وما زالت عندنا بشكل عام في العالم هذا قضايا البيروقراطية في قطاعات معينة لازم أن نحلها، ويحتاج إلى قدر كبير من الجرأة في اتخاذ قرارات، القرارات المرنة في إصدار التشريعات وغيرها. ولهذا السبب علينا أن نستفيد، العالم كله يستفيد هذه الفترة، لو حتى هذه الجائحة خلينا نقول إن شاء الله يعني زالت، يكون أننا نستغل الوقت في تقوية ودعم البنية التحتية وتطوير أساليب التعليم الافتراضي، حتى ما يكون واقف عند مكان معين وما نقدر نطوره. فعلى الجميع حقيقة، هو ما في شك، إجابة على سؤالك، نعم مواصلة التعليم الافتراضي جزئيا أو كليا، وعلينا العمل على تهيئة البنى التحتية التكنولوجية لهذا النوع من التعليم. شكرا. شكرا بروفيسور رياض حمزة. السؤال نفس السؤال موجه لدكتور عبد الله الحواج. بعد انتهاء جائحة كورونا، هل من المصلحة مواصلة التعليم الافتراضي جزئيا أو كليا في دقيقة؟ بلا شك، يعني أنه الاستفادة من التجربة ضرورة جدا، وأنا أتفق مع الدكتور رياض أنه في نواقص لابد أن نستكملها، وأيضا لابد أن نطور الـ virtual learning. One of the important في الـ virtual learning اللي لازم نتكلم عنه، how to enhance student يعني reactions, how to make sure that the students are involved. يعني ولذلك أنا أعتقد هذه فرصة، ودائما لابد أن نستفيد من يعني يقولون المشاكل أو المعوقات ونحولها إلى فرص. فإحنا لازم نحول اللي صار إلى فرصة. الفرصة هو أن نطور الـ virtual learning، ونطور عملية التفاعل، التفاعل الطلابي. It's very important. لأن sometimes now we are giving lectures والناس كلها طلاب، ولكن بعض الطلاب غير متفاعلين. كيف نستطيع أن نطور عملية التعليم الأونلاين أو الافتراضي، نسميه اللي نسميه، we enhance the student reactions or activities. هذه by itself دي. ولذلك سؤالك، نعم أتفق مع الدكتور رياض، لابد من أن نستفيد من التجربة، لابد أن يكون بعد الجائحة إن شاء الله إذا رحنا، وإن شاء الله يعني الله يحفظ البحرين ويحفظ من فيها. وأنا أنتهز المناسبة دي أقول لكم مرة ثانية، أكرر
نجحت تجربة البحرين، والآن التجربة البحرينية بالنسبة للرياكشن يعني أو التعامل مع الكوفيد 19 ناجحة جدا على في مجال التعليم والتعليم العالي، أيضا نجحنا نجاحا كبيرا ومنبهرا. إذا ما نرجع خطوات إلى الوراء، إذا الله وفق وخرجنا من الجائحة تعلمنا أن تكون أجزاء معينة فيرتشوال، وأنا أعتقد يعني قرار جامعة البحرين قرار صائب جدا لأنه يصب في هذه المصلحة. أول شيء اختصار وقت الوقت، اختصار من التكاليف، اختصار ومن ثم الاستفادة من أفضل الموجود. يعني إذا أنا استطعت كورس معين أسوي فيرتشوال ويقدمه أفضل واحد في الدنيا، ليش أخلي أربعة يقدمونه إذا ممكن؟ ولذلك هذه فرصة مناسبة جدا. إيه نعم، جوابي لا بد من أن يستمر جزء فيرتشوال بعد الجائحة، ولكن لا بد من تطوير العملية التعليمية حتى نتأكد من أننا نتحول إلى الأفضل ونتعلم من ما جرى. بس أرد أركز على موضوع مهم جدا وأنا مؤمن به من زمان ودائما أدعو إليه، لازم نتعاون ولازم نتكامل. ودائما أضرب مثال بما حدث بين أمريكا والصين، ولو لا سمح الله تنافسوا بالطريقة اللي كان بعض يبيها، وين راح يكون العالم؟ في التعليم نفس الشيء، التعليم والتعليم العالي هو مدخلنا إلى الحضارة، والتعليم والتعليم العالي في بلد مثل البحرين ما لنا مجال إلا التعليم والتعليم العالي حتى نكون في قطار الحضارة ونصب في ذلك. ولذلك أدعو إلى استثمار في التعليم، أدعو إلى دائما حتى الدولة يعني، وأنا متأكد أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء يعني يهتم اهتمام كبير بالتعليم، وهذه التوجيهات جاءت من جلالة الملك، وكان ميثاقنا أتذكر ميثاق العمل الوطني، وأنا أبارك لكم لأننا ما زلنا في شهر الميثاق، يعني كان يدعو إلى التعليم في فصله الأول، أكد على ضرورة التعليم وأن التعليم مجاني في فترات الأساسية كلها، وأن ولذلك التعليم هو يعني الباسبورت مالنا إلى القطار الحضارة، والباسبورت مالنا لأن تكون البحرين كما ذكرت رائدة بين شقيقاتها في دول مجلس التعاون. وأنا دائما سعيد لما أسمع ضيف بيزور البحرين ويسأل في المطار أسباب الزيارة، يقول له لتلقي العلم والمعرفة. وهذه الحقيقة يعني أرجو أني ما أطلت في الجواب، ولكن يعني أنا وأكد أن سؤالك نعم ما شاء الله. شكرا عليك بروفيسور الحواج، متحدث ما شاء الله وأفدتنا الكثير من خلال خبرتك في هذا المجال. والآن مع المتحدثة الرابعة للجلسة الأولى سعادة الدكتورة ريم البعينين، نائب رئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية جامعة بوليتكنيك. مساء الله بالخير دكتورة. مساء الخير جميعا، وأنا أعتذر عن واجهنا بعض المشكلات التقنية، ولكن أحب أشكر الفريق على حل هذه المشكلة. صباح مساء الخير جميعا، سعيدة جدا بوجودي مع هذه النخبة حقيقة اليوم. أهلا وسهلا فيكم جميعا. الله أهلا وسهلا بيك دكتورة. في عندنا سؤال إذا ممكن تجاوبين عننا في هذه الجلسة، جلستنا التعليم والتدريب وانعكاسات جائحة كورونا. السؤال: هل التقنيات المتوفرة متقدمة بما فيه الكفاية لتقديم التعليم الافتراضي بامتياز الموجودة عندنا في بشكل عام سواء على مستوى مملكة البحرين أو فهل إلش يعني تعطينا فكرة عن التقنيات، هل هي متقدمة بما فيه الكفاية أو شلون تشوفينها دكتورة إذا تقدرين لنا؟ طبعا موضوع التعليم الالكتروني استاذ هو موضوع قديم نوقش من التسعينات، وشنو التكنولوجيا اللي قد تستخدم
يمكن احنا محظوظين ان جائحة كورونا عجلت بتطبيق التعليم الالكتروني. التعليم الالكتروني بس للتوضيح، هناك نوعين من التعليم الالكتروني، هناك تعليم متزامن وتعليم غير متزامن. التعليم المتزامن انه يكون المدرس والطالب وجها لوجه الكترونيا، بدل ما يكونون وجها لوجه في الصف فيستخدمون زوم او البلاتفورم هذه كلها. التعليم الإلكتروني الغير متزامن هو تعليم إلكتروني يعتمد على توفير المحتوى التعليمي والمادة التعليمية والإثراءات، ولكن الطالب يتعلم في الوقت المناسب له بالكيفية المناسبة له وناقيس مخرجات التعلم بدون تفاعل. في الحقيقة كلا النوعين من التعليم يحتاج إلى تكنولوجيا لتدعمه ولتوفره ولتضمن جودة المخرجات. أنا ما أبي في نهاية الأمر التعليم الإلكتروني يؤدي إلى تضخم في درجات الطلاب أو يعطيني قيمة غير حقيقية للشهادات ومخرجات التعلم، ولاقي الطلاب بسبب التعليم الإلكتروني تخرجوا بشهادات سوق العمل غير قادر على تقييمها، وبالتالي راح يضر خريجينا في المستقبل إذا كان سوق العمل غير قادر على تقييم هذه الشهادات بسبب خلل في تطبيق التعليم الإلكتروني. لذلك نحن في مؤسسات التعليم العالي حريصين على أن جميع هذه التكنولوجيا تطبق، ولكن تراعى فيها أعلى معايير الجودة، خصوصاً أن تكون الاختبارات صادقة وثابتة وقادرة على تقييم مخرجات التعلم تقييم حقيقي يصب في النهاية في خدمة سوق العمل لمعرفة قيمة هذه الشهادة. حالياً لا أرى أن البحرين متأخرة تكنولوجياً عن بقية الدول. نحن نجتمع بشركائنا في كل مكان في العالم، وأحياناً بالعكس نجد نفسنا قد نكون متفوقين على بعض الدول اللي احنا نعتبرها دول عريقة في التعليم، فنجدهم يستخدمون أبسط المنصات التعليمية بأبسط التكنولوجيا المتوفرة. أعتقد في البحرين نحن نمتلك ثروة، وأنا أكررها دائماً، ثروة بشرية قادرة على توفير هذه البيئة. معظم المنصات اللي طورناها إحنا في بحرين بوليتكنيك طورت بأيادي بحرينية، تمكننا من عقد 4 امتحانات قبول ل4000 طالب بمراقبة الطالب، مراقبة رصينة جداً والتأكد من سلامة الاختبارات، وهذا تم تطويره بأيدي بحرينية بمهارات بحرينية داخل البوليتكنيك. لم نستعين بشركات خارجية ولم نستعين بشركات استشارات لتقديم هذه الخدمة. فالبحرين لا زالت تمتلك الثروة الحقيقية لمواجهة أي تحدي. وأنا أعتقد إدارات الآي تي وتقنية المعلومات في الكليات في خلال أزمة أو جائحة كورونا أثبتت أنها هي الثروة الحقيقية للجامعات اللي قدرت تنهض فيها. لا أعتقد أن احنا متأخرين، بالعكس أنا أعتقد أن في كثير من الأحيان نحن متطورين على الآخرين. قدرنا نعبر السنة الأولى لجائحة كورونا، مرت عليها سنة كاملة بدون أي تضخم في الدرجات، بدون أي تأخر في المواد الدراسية. وظفوا الموارد البشرية عندنا، وظفت كل التكنولوجيا المتاحة، المدرسين قابلين للتعلم. لذلك أرى أن التكنولوجيا نحن لسنا متأخرين، بالعكس نحن لدينا فرص لنكون متقدمين ولنكون نموذج للآخرين. فالتكنولوجيا أعتقد خدمتنا ولا تزال ممكن أن تقدم الكثير لجعل تجربة البحرين في التعليم العالي تجربة متميزة دوليا. نعم دون شك دكتورة ريم، شكرا جزيلا على إتاحة للجميع الاستماع إلى دور مملكة البحرين بشكل عام أمانة، وقطعت شوط كبير من خلال هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. اليوم وصلت البحرين في مراتب دولية متقدمة يشهد لها الجميع. فنعم أنا أتفق معاش وأتفق مع السادة أصحاب السعادة رؤساء الجامعات أن البحرين تقدمت وتخطت الصعاب قبل أن تأتي، فهي برو أكتب وليس أكتب. نرجع الآن السؤال ل رئيس جامعة العلوم التطبيقية بروفيسور غسان عواد، إذا ممكن بعد انتهاء جائحة كورونا، هل من المصلحة مواصلة التعليم الافتراضي جزئيا أم كليا؟ يعني ودنا نحن ناخذ رأيك كرئيس جامعة وموجود عندك مختلف التخصصات ما شاء الله، فهل ممكن بس تعطينا فكرة أو رأيك بحيث ان احنا نستمع إلى الله يطول عمرك؟
إن شاء الله. السلام عليكم مرة تانية. طبعا يعني رب ضارة نافعة الحقيقة، يعني بسبب كورونا درنا تحولنا هو التعليم الافتراضي والتعليم عن بعد، كل ما كان عندنا هالفرصة لازم نستفيد منها شيء طبيعي. طبعا دكتورة ريم تفضلت وقالت انه التعليم الالكتروني او الافتراضي موجود من اوائل التسعينات، هي الحقيقة يعني بعد الجامعات في العالم كانوا مطبقينه حتى. ودكتور ياض حمزة طبعا كان بروفيسور ياض كان واضح بانه جامعه البحرين يعني في عده مواد او بعض المواد، اربع مواد ذكر، في مواد اكيد فينا نستفيد منها عن طريق التعليم الافتراضي، بس بنفس الوقت لازم نخلي طلابنا يعيشوا قلتها من قبل الكامبس اكسبيرينس، يعني لازم يكون في جزء منها طبعا متواجد في الكامبس اكيد، وفي بعض المواد العامه محتمل تكون افتراضيه. فاكيد انه اي جامعه تصور بالبحرين او في العالم الله اللي تقول لازم نستفيد من التجربه، بس طبعا كمان فيها تشريعات وفيها بوليسيز وفيها لوائح لازم تكون واضحه حتى نكون عم نقيم العمليه من خلال الجوده، من خلال المخرجات التعليميه. الحقيقه اذا تمت بعض الكورسات افتراضيا قد يكون يعني في الغرب كان من زمان بالسبعينات بالتسعينات، انا كنت في جامعه سولفورد كان في عندهم بعض الاختصاصات distance learning، كيف عندنا masters in IT in construction بثلاثة modes، واحد distance learning، واحد part time، واحد full time. حقيقة وكان ال features يعني diversification of business. أنا بتصور إنه التجربة الحقيقية في مملكة البحرين الحبيبة إنه الواحد يشوف الكورسات المعينة اللي فينا نعملها افتراضيا، والبقية طبعا يكون التواجد في الكامبس، لأنه أنا عارف من طلابنا قديش عم بيعانوا إنه مش موجودين على بالكامبس. في هذه معاناة عالمية هلأ، المنتل هيلث تبع الطلاب لازم كلنا ننتبه لأنه الطلبة يحبون أن يجوا على الجامعات ما في أي شك فيها، وعلى المدارس أكيد، بس لازم نستفيد من التجربة بجزء منها مثل ما تفضلوا البروفيسور ياض البروفيسور عبد الحواج إنه لازم نستفيد منها، الجزء منها يبقى افتراضيا طبعا الأغلبية أكيد on campus for sure. نعم بروفيسور غسان شكرا جزيلا، معلومات ما شاء الله قيمة كالمعتاد. نرجع لمتحدثتنا الدكتورة ريمان بوعينية. دكتورة يعني بعد نفس السؤال، هو احنا مررنا على جميع الرؤساء، فاحنا ودنا بس نسألك السؤال، بعد انتهاء جائحة كورونا هل من المصلحة مواصلة التعليم الافتراضي جزئيا ام كليا؟ طبعاً إحنا محتاجين نكمل استخدام التعليم الإلكتروني، ليس لأنه أقل تكلفة، صحيح هو أقل تكلفة، صحيح أنه هو efficient، ولكن إحنا محتاجين نكمل التعليم الإلكتروني لسبب آخر. المهارات اللي يتعلمها الطالب اليوم من التعليم الإلكتروني هي المهارات التي سيحتاجها سوق العمل في المستقبل، وبالتالي نحن نعده لسوق العمل. اليوم الطالب إذا عرف يقدر يتعلم بنفسه إلكترونياً فهو قادر أن يتدرب في المستقبل بنفسه في سوق العمل عندما يكون موظف فاعل. فبالتالي هذه المهارات لا يكتسبها فجأة، هو يحتاج إلى إعداد لها. فكما ذكرت أن التعليم الإلكتروني الغير متزامن، وهو التعليم اللي أوفر للطالب جميع المحتوى والطالب يبحث ويتعلم ويشوف المصادر الموجودة، هذا يمكنه من أنه يكون able to learn على long term، قابل وقادر للتعلم على المدى البعيد. واليوم القدرة على التعلم هي أحد مهارات التوظيف المطلوبة في سوق العمل. سوق العمل يبحث عن موظف قادر على أنه يتعلم في أي وقت في أي مكان وفق أي مصادر. فصحيح هو يقلل التكلفة، ولكن هو في الحقيقة يعد الطالب لما بعد جائحة كورونا. كلنا نرى اليوم أن سوق العمل يتقلص ويقلص موارده المالية، موارده البشرية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم، وبالتالي هو محتاج إلى موظف فعال وذو كفاءة عالية يعمل في كل الظروف. إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن، فهم محتاجين لطالب يعمل أونلاين، محتاجين لخريج قادر على التعلم، قادر على حل المشكلات باستخدام ما هو متوفر على الإنترنت والمصادر الموجودة، قادر على أن يكون مبادر للتعلم. اليوم هناك منافسين للجامعات، المنافسين للجامعات هم كورسيرا ويودمي، وهي منصات تعليم إلكتروني تمتلك فقط التكنولوجيا، لا تمتلك معلمين،
لا تمتلك موارد ولا طواقم بشرية تدير التعليم، هي تمتلك فقط منصات إلكترونية وتحقق ملايين الملايين الدولارات سنوياً، لأن الناس يدفعون لهذه المنصات للتعلم. فأنا اليوم محتاجة أني أخرج خريج قادر للتأقلم مع عالم ما بعد كورونا، بالإضافة إلى تكلفة التعليم. تكلفة التعليم حالياً مقارنة بالكورسات القصيرة المطلوبة في سوق العمل قد تعد عالية نسبياً، وبالتالي في سوق العمل يبحثون عن كورسات قصيرة تحقق أهدافهم بتكلفة منخفضة نسبياً مع البرامج الأكاديمية الطويلة ذات الكلفة العالية. إذن هي ضرورة، لن نتحول إلى تعليم إلكتروني كلي، لأن لازل نؤمن أن التفاعل البشري مهم جداً في رسم وتشكيل هذا الخريج. لا نريد أن نتعامل مع آلات في المستقبل. التعامل البشري، مهارات التواصل البشري، الذكاء العاطفي، هذه كلها مهارات لا يمكن أن يتعلمها الطالب بوجود تعليم إلكتروني متزامن أو غير متزامن. بالإضافة إلى أن وجود الطالب في حيز يشارك مع شركاء ومع أقران له في نفس المستوى، قادر على أنه يتبادل معهم الأفكار، هذه ضرورة. لا يمكن عزل التعليم عن الجانب الإنساني، التعليم هي تجربة وخبرة إنسانية، لذلك لا يمكن أن نعزلها عن بعضها. سنواصل ولكن لن نتجه إلى التعليم الإلكتروني الكلي. نعم، شكرا جزيلا دكتورة ريم البوعينين، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية جامعة البوليتكنيك البحرين. وبذلك نكون قد أنهينا أولى جلساتنا لهذا المنتدى، منتدى الموارد البشرية لدعم باحثين عن عمل. والجلسة الأولى تحدثنا عن التعليم والتدريب وانعكاسات جائحة كورونا. سعادة البروفيسور الدكتور رياض بن يوسف حمزة، رئيس جامعة البحرين، شكرا جزيلا على وقتك الثمين وعلى مشاركتك القيمة. شكرا على دعوتكم الكريمة، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة البروفيسور الدكتور عبد الله بن يوسف الحواجر، رئيس مؤسس رئيس مجلس الأمناء الجامعة الأهلية، شكرا جزيلا على كلمتك القيمة ومعلوماتك الثرية. ألف شكر وتقدير، وإن شاء الله يعني استطعنا يعني أن نفيد الجميع يعني، ونتطلع إلى إن شاء الله شو اسمه الحلقة الثانية إن شاء الله. إن شاء الله. ألف شكر وألف تقدير حقيقة. شكرا. سعادة البروفيسور الدكتور غسان بن فؤاد عواد، رئيس جامعة العلوم التطبيقية، شكرا جزيلا على إثرائك هذا اللقاء الهام. شكرا لك يا حسين والشيخة نورة وجميع الزملاء الكرام، طبعا إن شاء الله نكون استفدنا جميعا من حلقة كثير حلوة، فكل التوفيق يا رب. الحمد لله. وأخيرا وليس آخرا، سعادة الدكتورة ريم البوعينين، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية جامعة بوليتكنيك البحرين، فشكرا جزيلا على المعلومات القيمة والمفيدة. شكرا لك، وأنا شاكرة للمنظمين لدعوتي وإتاحة هذه الفرصة لأكون من ضمن هذه الكوكبة. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا. شكرا. الشيخة نورة ودها أن هي تقدم إليكم شكر خاص بعد انتهاء هذه الجلسة الأولى، فالكلمة الآن مع الشيخة نورة، وبعد كلمتها راح نأخذ إن شاء الله صورة تذكارية الأستاذ هيثم إذا تعمل لنا سكرين شوت في الأخير. فتفضل الشيخة نورة. كل الشكر لجميع المتحدثين في الجلسة الأولى، التعليم والتدريب وانعكاسات جائحة كورونا. سعادة البروفيسور الدكتور رياض يوسف حمزة، رئيس جامعة البحرين، سعادة البروفيسور الدكتور عبد الله يوسف حواج، رئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء جامعة البحرين، جامعة الأهلية. سعادة البروفيسور الدكتور غسان فؤاد عواد، رئيس جامعة العلوم التطبيقية. سعادة الدكتورة ريم بوعينين، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية جامعة بوليتكنيك، أستاذ حسين على إدارة هذه الجلسة، أشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم ونجاحكم لمعرض البحرين للتدريب والتعليم وقبل العمل، وهذه المشاركة القيمة بالعكس هي عزيزة على قلبي. بالنسخة العاشرة هي يعني نسميها رقم 10، يعني كاملة بوجودكم والكمال لله. كل الشكر والتقدير لكم.
ناخذ حين صورة جماعية. إذا ممكن هيثم تاخذ لنا صورة جماعية. صورة بندي الصورة كاميرا. هيثم بس خبرنا اذا اخذت اوكي اوكي شيخة اوكي اوكي مشكورين ما قصرتوا شكرا جزيلا طبعا احنا نعزمكم ان تكونوا موجودين في الجلسه الثانيه للمتحدثين القادمين ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا ان شاء الله راح نكون متواجدين السلام عليكم جميعا يعطيكم الصحة والعافية. اي هلا مرحبا. دكتور شلونك؟ السلام انا ما تعرف. السلام مرحبا دكتورة سماء. صراحة. ما شاء الله. الجلسة فاتت الحين رأسا ولا؟ اي رأسا مباشرة راح نبدأ الآن الجلسة الثانية الآن. نرحب راح يدير الجلسة إن شاء الله الأستاذ عمار الحواج. من الجامعة الأهلية مدير العلاقات الدولية راح نستضيف الجلسة الثانية إن شاء الله وتكون موضوعها أهمية تكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بعد في مستقبل التعليم العالي وراح نستضيف سعادة الدكتورة دكتور سوزان the president of the American University بحرين والدكتور الأستاذ دكتور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية والدكتورة سماح العجاوي مدير عام معهد البحرين للتدريب بي تي اي وسعادة البروفيسورة الدكتورة منى سوري نائب رئيس الشؤون أكاديمية رويال وومن يونيفرسيتي والدكتور كولين من ار سي اس اي وراح يدير الجلسة الأستاذ عمار الحواج مدير العلاقات الدولية الجامعة الأهلية فالميكروفون عند مدير الجلسة الثانية تفضل أستاذ عمار شكراً أخي حسين Good afternoon I will be taking over at this point from my colleague Mr. Hussein Habib We are starting our second session the second session on the topic of the importance of information technology and online education in the future of higher education the format of the second session will be questions posed to our panel of prominent speakers, prominent guests, leaders in higher education. We have university presidents, VPs, and senior staff in universities. So our first question will go to Dr. Susan Saxton, the president of the American University of Bahrain. Is Dr. Susan with us? Hello. Hello, everybody. Since I knew most of this was in Arabic, I asked for the kind assistance of our Director of Student Affairs. So she'll be able to... Sorry? No, no. We are switching to English for this session. Exclusively in English. Okay, because that last session I was a bit lost. Yeah, no. It's exclusively in English in this session. Excellent. Okay. Can everybody hear me through the mask? Sorry. It's okay? Yes. No, it's okay. It's okay. Excellent. Okay. So I got a question about best practices in maintaining academic integrity. And I wanted to just share a couple of specifics. I know everybody's talking about online learning, and I think we, you know, have now seen the seismic shift in our daily operations where we're all online. And, you know, I think we're all getting adjusted. But we've done a couple of things that we think are working pretty well. And as it relates to academic integrity, just wanted to let everybody know about how we're functioning with ProctorU. I don't know if you've all used ProctorU. I know it's a little bit pricey. We don't have the vast number of students some of the universities have, but we find this to be a very good, valid solution. Our exams are paperless, so this is a very good thing, obviously, for the safety of our students and our faculty.
They are protected, password protected, available on our platform. We use Canvas, not sure what everybody else is using. So the students are able to take their exams online. As well, ProctorU allows for recording of live exam sessions. So these are things that are a little bit different than, you know, obviously being able to be in class and watching students' activities. The functions, the AI functions at ProctorU are able to analyze the captured data. You know, for example, students moving their eyes away from the exam, opening a link that they shouldn't be opening during exams and such. So one of the great things about ProctorU is the analytics provided to us to be able to evaluate further, see if there's any integrity breach and anything there. We also you know, are considering moving to other platforms. There is one we're considering now that might be a little bit more user-friendly, but you know, we'll see, we'll test it out. I think you have to have the right physical structure and technological structure for this this type of a solution. We have cameras that are available in our labs. We can, you know, film our students. We can see what's happening during testing. All of their grades, they're saved in our student information system. We host it on an AWS secure infrastructure. So we don't have you know, great big room of servers or anything. Everything is backed up in the cloud for us. But this is this backup is obviously critical, grades and exams and such. So we really feel like the technological platforms and tools really focus on integrity. And you know, the students are they're now getting used to it. I'm not sure anybody likes this from the beginning. It's something new. We tried to provide as much support as we could for our students, but you know, so far so good. We haven't had any issues. That's a Thank little bit. Anything I've missed? I think ProctorU is the most important piece. But other than that, I am proud to say that because we do have multimedia design degree and you know, detecting similarity or plagiarism in text is easy when you have Turnitin as a software. But we also have a software that allows us to detect similarity in designs and in projects that students work on that are non-verbal, that are different in nature. So that's another filter that we have to protect the integrity of our assessments. Thank you, Dr. Susan. That was very informative, and thank you to your assistant as well. Our next question is posed to Professor Mansour Al-Ali, the president of Ahliya University, and this might be a difficult one. It's a question with many dimensions. Do you believe fully online degrees should be recognized in Bahrain? Is it time to recognize fully online degrees? The floor is yours. Yeah, first of all, good morning to you all, and really a pleasure to be with you. I enjoyed the first session. I listened to it all, and I think it added a wealth of knowledge and enriched the audience. And this question, Ammar, is obviously, maybe I need an hour, but I don't know how long you'll give me to speak. You see, by my very nature, I am a computer science graduate. So I do believe, the field of computer science and IT is seeping into all aspects of life. I view it as, when you pour the milk in the tea, there's a new product. IT has gone into everything, just like milk has gone into tea. So now the question is, if you ask me, what is the fastest growing field of research, of application, of investment in the world? I'll say really IT and medicine. These two are really, they are the corners of humanity.
That's why if you look at the budgets of researchers across the world, you'll find that medicine and IT are the major, pose the major investment for governments. Now the question is online learning, you know, the future? We have demonstrated it has, you know, I know we were taken by surprise, and it happened overnight, and everybody was ready, and the tools, although they are limited, they proved themselves that they are usable. The question is, as all with IT products, I studied my undergraduate degree in the 70s. I compare what we had before to what we have now. Just imagine what the future holds. The speed of progress of development is faster now. The concept of artificial intelligence is penetrating through all aspects of life, and education is no exception. I think, should we continue to oppose something which is coming with the tide, that'll be, in a way, excuse me for the word, stupid. You cannot oppose it. If you oppose it today, you will lose in the future. You will be a big loser. Quickly join the wagon, quickly get on the train and join humanity. When we hear that, I think the future holds for us a number of challenges, you know, and all of them really I see are positive challenges. I know people will say, you know, oh, the campus, you know, people meet each other. Yes, they do, but the concept has changed. The young generation now, they are familiar with IT. They are used to it. I think if people will be more creative, I think there'll be a competition between local international lecturers, and there'll be a big wider market. I mean, the concept of modular learning, and I will call it unlimited learning, will present itself. There'll be full wide exposure and better building blocks. In my view, the concept of smart books, the concept of AI-driven books will penetrate. So there's the teacher and the curriculum, and if you like, and AI. If you imagine the three of them are joined together in some kind of a new intelligent robot, there will be a lot of development I can see, and it's exponential. It will go higher, faster. So I am totally against somebody opposing it. What we need to do is pinpoint the little difficulties and challenges and work on them. But to say no, you're saying no to progress. You're saying no to the future. You know, it's a bit like treating an infection without the use of antibiotics. Finished, antibiotics is here. Use it. It's the concept, you know, there is a lot of economic value in it. There is safety for the students from all the traveling, less traffic on the roads. Faculty and lecturers will compete against their international colleagues. You know, I just heard that Norway is opening its education to anybody who wants the online education. In my view, creativity will improve, innovation will increase, the concept of continuous learning will impose itself on everybody. You know, you are a student today, tomorrow you are a student. It'll present opportunities where universities can actually benefit from all these industrial experts. People in banks and industry, they come and teach modular bits and pieces to the students, and the students will get a wide exposure from academic faculty to industrial experts to general expertise across the world. I think, you know, I view it now, it's like, you know, the old campus was somebody tying you with a belt, and now you are free. You know, you can breathe. You know, the whole world is your campus. It's not that little campus. I think I can assure you in 30, 40 years, or even less than that from now, the concept of a physical campus will transform itself into a virtual campus. The world will be, the universities will be like a virtual campus, and the only thing with the university is maybe the administration or, you know, some backup facilities. More intelligence into AI, more AI, more faculty training, more the younger generation being so familiar with IT and with the tools,
You know, I saw my nephew this morning, 5-year-old, messing about with his iPad. You can imagine that in 15 years, what he's like. You know, our generation is, I can speak a lot more, but I have, you know, I can assure you that what happened now is really, it's like the invention of electricity, like the invention of the telephone. The world has all of a sudden identified something unique, and it's going to only add value. Thank you very much. I don't want to add any more at this stage. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Mansour. Very well crafted answer, I must say. So I understand you want us to keep an open mind and just tread carefully and see where we land in the end. I would like to come back to you with a follow-up question. However, for the time being, we will move on to Dr. Samah Al-Ajawi, the General Manager at the Bahrain Training Institute. And the question for Dr. Samah is, can virtual learning completely replace traditional learning in STEM programs? Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much to start with. Thank you for this interesting session. And I'd like to extend my thanks to Her Excellency Sheikha Noura bint Khalifa Al-Khalifa for hosting this very informative event, and also for inviting me to be a speaker in one of these sessions. It is very interesting and hot topic at the moment. I think Dr. Riyad in his previous session sort of highlighted his opinion on this, and I totally second his opinion. I don't think it will totally replace the STEM programs. It will definitely have a larger role, even if we go back to the new normal, I would say, but it will, you cannot really replace, I don't want to say traditional learning, but I would say face-to-face learning for many reasons. First of all, you have the, in learning in general, you do knowledge, skills, and also attitudes. So the behavioral aspect is important in this element. And not only that, but you have the students, okay, they're real because they're behind their laptops or computers. The teachers are real because they're there communicating with the students. But the environment is not totally real. When they go to work in many industries, they will have to face real sites in many cases, not necessarily in all cases. Some kind of training will be replaced. They can do things virtually or using augmented realities, perhaps. But that practical part, I think, is extremely important to be still there. Perhaps, as Dr. Mansour just commented a minute ago, that in the long term, perhaps in 40 or 50 years, this might happen. But I don't see it in the near future happening. In addition to that, the whole industry of higher education will be impacted in terms, it's not only about learning, by the way. Higher education institutions are economical institutions. They help students and they help the society overall teach great citizens. And they also help have the economy. You have cafeterias and canteens. If the students are not there, the canteens will close, so this kind of industry will be out. You have the stationery and all the different activities that the students do on campus, the physical activities, all this communication and social impact is currently on hold. And I would like to see this coming back. But also, we would like to have more of the blended learning approach coming also to all our institutions. I think in Bahrain, alhamdulillah, we've dealt with, in general, for all our education system, whether it's, let it be schools, nor higher education or higher education systems, private and public. We were somewhat ready for it, not 100%, but because nobody was ready for that. But we had the tools, we had the training, we had to sort of build on what we already have to ensure that we have at least an acceptable, I would say, online learning at this emergency, in this emergency time.
I would like to highlight the BTI, for example's experience here. In 2018, we introduced Moodle as a learning management system that we use here at BTI. All the training departments were using it, but you know, as in every institution, there are some departments that take more advantage of the tools they have than other departments. And sometimes it also depends on the nature of the subject or the specializations. However, when the pandemic hit and when we learned about the first case in Bahrain and the suspension of face-to-face teaching, we quickly had the meeting with my senior staff here. What can we do about it? Rapidly, we thought, okay, we can utilize Moodle until we have as an asynchronized learning facility, but we can until we get the synchronized learning. And alhamdulillah, thanks for his for the Ministry of Education and the head of it, His Excellency Dr. Majid bin Ali Naimi. He immediately asked the IT department to provide us with the Teams as well software that we were able to in 2 weeks' time move into that as well. So we have both asynchronized learning and synchronized learning. It doesn't mean that we're doing a perfect job here. I'm not saying that, but I think we managed quite well. And as we go along, like every other institute, we kind of improve our tools, improve our approaches. We moved completely to doing online examination. Also, the registration and the payment moved on completely online. So it's a kind of, we were forced to do it, but I would say it's a gift. In a way, COVID-19 was a gift to us, in a way, to BTI. So the short answer is, it will not replace it 100%, at least not in the short time. Thank you. Thank you so much, Dr. Al-Ajrawi. This seems to be a common streak, the answer. So we have a lot of coherence and clarity from session one to session two in terms of blended learning and that being the optimal kind of mix between virtual and physical going forward. Our next question will go to Professor Mona Suri, the Vice President for Academic Affairs at the Royal University for Women. And the question here is, what are the challenges you have faced as part of the transformation to online learning? All right. Good morning, everybody. First of all, I just want to, on behalf of Royal University for Women, I just want to congratulate Sheikha Noora bin Khalifa Al Khalifa and the team MedPoint for organizing this very informative event, which is going to continue today and tomorrow. I think to organize it in a virtual space in itself talks about the fact that how the online transformation has taken place, and we are all here talking to one another, if not real face-to-face, at least virtually. Now, exactly 1 year back, we faced this challenge of, you know, when the universities were asked to close from their physical premises, and we were asked to shift to the online teaching. So I think the overall overarching challenge that we all faced was the suddenness with which we had to go through this transformation. Now for us, I think this was more like an opportunity. So I would not call it like a challenge, but more of an opportunity, because we actually explored and validated that our stance of Royal University for Women, where we say that we are an institution of excellence. Now, just to put five major challenges that became opportunities for us, the first one was that we had to reconfirm our preparedness to teach online. As it has been already said by speakers that we already were using our, most of us was using, you know, the learning management system, Moodle. We had a student information system in the form of a Power Campus. We had Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, all these were there at the university, but they were not being used maximally because of the situation that we were doing most things face to face, you know. Also, as per HEC directive, all universities were using online teaching up to 30% in each of the courses that we were offering. So all these things were there. I mean, the ecosystem was present, but we had to shift at that point in time to convert ourselves to totally online. So we had to go in for many add-ons, plugins and things like that
to make sure that teaching happened more effectively. For example, you know, we added BigBlue button to our Moodle platform just to make sure that the synchronous teaching was happening for all our classes that we are taking at your Royal University for Women. Even the library resources had to be accessed remotely. So that was again something that we facilitated at that point of time. Recordings were made, I mean, the facility was made that all recordings could be done of the classes for the students who could not join, you know, right in real time. At least they had the facility to listen to these things at a later stage. An added thing to this, you know, suddenness was also that the training was needed for the faculty as well as the staff and the students to make sure that the technology was used effectively. So again, we worked in that direction as well. To me, I think technology was an enabler, and to a very large extent, the ecosystem of the country, of the kingdom, actually supported this kind of a transformation in a big way. The second thing which I feel was very critical for us as a challenge was the fact that we had to shift this whole thing as an emergency remote teaching. That means the curriculum that we were actually following was made more from a face-to-face perspective rather than, I mean, a traditional way, rather than an online teaching one. So we had to do some adaptability in terms of, you know, like how the course content needed to be changed, how the delivery needed to be changed. But we wanted to make sure that the ILOs were maintained and the academic standards were maintained. So there was a huge exercise that we had done in terms of how we adapt our assessments in terms of modes of assessments, in terms of assessment design and the grading rubrics to ensure that we are maintaining the academic standards. In addition, another challenge which I may say was that as we have already talked, then in various disciplines like engineering, in design, we have fashion, interior, graphic design, architectural design. We realized that we have lots of lab classes and we have studio classes, which is very difficult to simulate these classes on these virtual platforms. So that was a huge challenge for us as an institution. And we made sure wherever possible, we bought these required plugins to make sure it could be done remotely. We also added some other out-of-the-box innovative techniques of having recordings, videos, audiovisual tools to just make sure that we could simulate the same conditions for these kind of subjects as well. Another very critical, you know, like thing, as all of us have been talking about it, is actually the disengagement and disconnect in this virtual environment. Again, there was no face-to-face interaction amongst the various stakeholders. We wanted to make sure that the advising happened with the students, the teaching happened in a proper way, and we made sure that all these platforms, whether it was Google Meet or Microsoft Teams or Zoom, we used all these things to make sure that there was a dialogue between the students and the faculty members. We also ensured that, you know, the personal data of our students and faculty was also protected. So we wanted to make sure that the BigBlue button that we were using actually was a secure environment, because being a women's university, we are very particular about the identity and security of our faculty and our students. So we worked on that as well. So at all levels, whether it was student clubs, whether it was a sports day or national events, we shifted the whole thing on a virtual platform. And I must say that at the engagement at every level was encouraged. The last challenge, which I think all of us have faced, is the mental well-being of all our stakeholders. So whether it was, you know, between the students, students, instructor management, instructors and, you know, the higher management and the regulators, I think this communication was the key, and we made sure that at every level we were communicating with all the stakeholders in a very, very proper way using support portals. We had counselors available online, so if students faced any problem, they were there, and their mental health well-being was definitely addressed, you know, and I feel that is very, very critical. Lastly, I just want to say that even if we were physically distanced, we were actually connected virtually very, very well. And I just want to say that the empathy, agility, the emotional connectiveness that we had, and also the trust that we had between each one of us was very critical. And that is the reason why, even if physically distanced, actually this whole situation has brought us together as a family in a much better way to face this crisis. And I'm hopeful that in future also, we are ready to meet all these challenges.
Thank you very much. Thank you, Professor Mona, for that very comprehensive answer. So now we come to our last but definitely not least speaker. I'm a little bit conscious of the time where we're overshooting the time allotted, but I think we have just enough time for one of the most important questions, a very pragmatic question for Dr. Colin Greengrass, the Academic Director for Teaching, for Technology Enhanced Learning and Senior Lecturer in Pharmacology from RCSI Medical University of Bahrain. So welcome, Dr. Colin. Tell us, what do you believe is the role of universities these days in changing society's image and view of virtual learning? We know the view of virtual learning has faced many questions, questioning the value, etc. So please enlighten us. Yes, I certainly believe, and thank you very much for inviting me to speak on this issue. It's really an honor to be here, so thank you very much. I believe that the outcome of virtual learning is to show that's actually very favorable as a way to change the view of society. And we can kind of, if I had a bit more time, I would introduce exactly what we did in the College of Medicine, the College of Nursing, which will be unlikely candidates to really demonstrate the success for online learning. Of course, we moved everything when the campuses were closed. We moved everything online. We were having lectures conducted from the homes of lecturers. We then moved students onto the campus where they were socially distanced, and the remainder of the students had live streamed lectures at home, which they would view. Something which is very important is, of course, engagement. And this is something which has been mentioned quite a lot today. We firstly engaged the students with live polling during lectures using Turning Point, and there are other softwares as well, which are just as effective. This is where students were asked questions during the lecture or the clinical teaching session, and they could respond on a phone app, A, B, C, D, etc. This really helped with engagement. The other thing which I think Dr. Mona mentioned is that students were able to view the lectures afterwards on our virtual learning environment, which is also based in Moodle. And they found that very useful. Laboratory sessions, again, an unlikely candidate for online learning, were conducted through simulation software. And this worked very well. Now, of course, we need to develop psychomotor skills, but as far as familiarity with experimental designs, it worked very nicely. Clinical teaching was delivered remotely. We even had bedside teaching in hospital, which was live streamed, which also had live polling, asking the students questions about their differential diagnosis, etc. Students were also able to take part in these sessions. Exams, of course, live proctoring, I think, was mentioned earlier. We had our students take part in. And a lot of formative assessment was used, which is assessment without any marks attached to it. I think to maximize student engagement, we also implemented a very careful design for our virtual learning environment, where students would know exactly where they were in the learning process. If they had missed a lecture or they'd lost internet connectivity or something, they would know where they had to be to get back on board very easily. And we also had students working in small groups online, and this certainly helped with socialization. So why, if coming back to the question itself, well, I think we at RCSI, and I think all of you have really demonstrated that virtual online learning can be very effective. It has to be carefully designed and carefully thought out, but it can be very effective. It can't cover everything. Sometimes we must, of course, have face-to-face learning. Can you imagine learning clinical skills, cardiopulmonary resuscitation, CPR, online? It wouldn't be possible. So, of course, we do need a fairly large degree of face-to-face learning, but online and virtual learning can certainly augment that learning and take it offline and make it asynchronous, which means that students can view the learning item when they want to, when they can. I think there's some of the other things that we are doing since then, and
I think, as some of you mentioned also, unfortunately for some, but COVID has been an advantage for education in some respects, in that it has brought this this whole white elephant, this issue of online virtual learning to the fore. It's very important, and it really can bring education forward. There are so many things we can do with virtual learning. We could scaffold, we could plan a whole curriculum and have our students click on one element of that plan, even a visual plan, and learn what they feel they're lacking in. There are so many opportunities in virtual learning. I think our students, and I think you will also echo the same, have adapted very well to online learning. And although it's been forced upon us by the pandemic, and the students have performed amazingly well, and I think this is something very much to be proud of. I think another method or approach by which we could improve society's image in relation to virtual learning is to kind of open our doors virtually, open our doors online. And there's one type of course design called a MOOC, M-O-O-C, a massive open online course. Now, these types of courses are open to anyone at all. They're usually free of charge or very inexpensive, and they can be conducted completely online, and often they have thousands of participants at once. This is something which really would get a confidence from society in virtual learning. I'm sure ours and other universities here could really produce courses like this and show how good online learning can be. Something else we're doing here is we've just started a technology enhanced learning hub, where we're going to be producing e-learning material. And I think this is also a real opportunity. If you can imagine e-learning, where you're not just having a lecture on a whiteboard presented to you, but you're actually seeing animation of how different components are interacting in a biological system. And you change an element, one of those components, and it changes the outcome of the system. This is another form of learning that can't really be done in a classroom in a traditional setting. And I think that can be applied across many different different disciplines. And finally, I think something that we really should be looking at is graduating and having courses and graduating educational technologists with programming experience. Now, there are very, very few graduates with this skill set. It's certainly, I mean, a growth area for employment. And I would envisage that employment of this type of graduate would allow schools and universities to program their own e-learning software. And this would be designed according to exactly what they need, rather than going to a company and trying to explain to them what you require. It's much better to do it in-house, where you can really produce a product which is very useful for your students. I also think this job description, the educational technologist with program experience, is definitely a job with future prospects. Thank you so much, Dr. Cullen. I have to end the session here. Thank you very much for that very informative feedback, insights. I would love to carry on and keep asking questions, but I'll have to thank all our speakers. Dr. Susan Saxton, Professor Mansour Al-Ali, Professor Mona Suri, Dr. Al-Ajawi, and of course, Dr. Cullen. Thank you so much. And I will hand back the floor to my colleague, Mr. Hussein Habib, for the next session. Thank you. Thank you very much. Thank you for having us. Thank you. Thank you very much, all of you. Thank you very much. Thank you. Now with the third session, الآن مع الجلسة الثالثة راح نتحدث عن الموارد البشرية وراح نستضيف كل من الدكتور عصام العلوي مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مساك الله بالخير دكتور. ميوت صاير. لا زال ميوت. الصوت واضح عندك الله يحفظك. نعم الآن واضح. قواك الله مشكورين معاكم احنا نتابع الجلسات ووجود النخبة الطيبة اللي موجودة اليوم. يعطيكم العافية جميعا. الله يطول عمرك. ونرحب أيضا بالأستاذ السيد حسين علي الشامي مدير إدارة التوظيف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مساك الله بالخير أستاذ حسين.
حسين موجود توني مكلمه بس نعم. ثواني يلا. ونرحب ايضا بالاستاذ مساك الله بالنور. مساك الله بالخير استاذ حسين، الله يطول عمرك. الاستاذ احمد حسن جناحي، رئيس قسم اول الشراكات ودعم العملاء بصندوق العمل تمكين. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد. مساك الله بالنور السرور، يا هلا بك اخوي حسين، انت وكل الضيوف اللي بيكونوا معنا، الدكتور عصام والاستاذ حسين وجميع الحضور اللي يتابعون هذه المحاضره ان شاء الله. ان شاء الله. وايضا المتحدث الرابع الاستاذ علي ابراهيم فرج، رئيس تنفيذي شركه ان سي مينا. مساك الله بالخير استاذ علي. مساك الله بالنور استاذ حسين، وحيا الله حياكم الله جميعا. الله يطول عمرك. احنا عندنا طبعا اعزائي المتابعين لهذه الندوه، راح تكون تتمحور هذه الندوه في اربع محاور، خمس محاور، عن إمكانية تحسين أجور الموظفين، إمكانيات منح امتيازات لجميع المؤسسات الداعمة لبرنامج الوطني للتوظيف، ما هي الفرص الوظيفية الحقيقية لدى مختلف القطاعات وما هي نسبة البحرنة، تطوير أداء الموظفين، برنامج فرص التدريب على رأس العمل. فنبدأ مع الدكتور عصام العلوي فليتفضل مشكورا. اولا اشكرك اخوي حسين واشكر الضيوف الموجودين عندك والمستمعين ايضا والمشاهدين. انا اعتقد اخوي حسين يمكن افضل شخص يتكلم في هالمحور اخونا العزيز المهندس حسين الشامي، بحكم انه هو مدير اداره التوظيف وهو صاحب، خلينا نقول هو مهندس المشروع نفسه، وانا راح ابدي بعدين معاه ان شاء الله واتكلم عن مشروع فرص وغير ذلك، ومداخلاتي بتكون معاه ان شاء الله. فالاخ حسين اذا تعطي مجال اخونا المهندس حسين الشامي يتكلم أنا راح أكمل معه إن شاء الله. تفضل. تفضل أستاذ حسين. بداية نشكركم طبعاً، يعني هاي إطراء لا أستحقه صراحة، يعني البرنامج الوطني للتوظيف الكل مشارك فيه وعلى رأسهم طبعاً صندوق العمل تمكين، والدكتور الأخ عصام العلوي هو المهندس الرئيسي للمشروع، لست أنا. بداية لما نتكلم عن البرنامج الوطني للتوظيف اللي تم اطلاقه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 18 يناير الماضي، طبعا هو استكمال للبرنامج الوطني للتوظيف الاول اللي تم اطلاقه في 2019. هاي المشروع او البرنامج خلينا نقول طبعا طموح جدا، بميزانيه وفرها صندوق العمل تمكين 120 مليون دينار على مدى 3 سنوات. الهدف الموضوع له ان نوظف 25,000 خلال 2021، طبعا مو كلهم عن طريق الوزاره، في جزء اصحاب العمل يختارون منهم بصوره مباشره ويحولون من الوزاره، وفي جزء الترشيح مباشر من الوزاره ومن العاطلين المسجلين في الوزاره. توفير 10,000 فرصة تدريب، يعني برنامج جدا طموح والتارجت ماله قوي جدا، وطبعا مسؤولية كبيرة تقع على وزارة العمل وتمكين في إنجاح البرنامج. طبعا برنامج فيه 3 مبادرات رئيسية. أول مبادرة هي مشاريع دعم الأجور والتوظيف تكليف صندوق العمل تمكين بإطلاقها. طبعا الأستاذ أحمد أفضل مني في هذه الأمور، راح يعطيكم شرح مفصل عن إجراءات الدعم، والدكتور عصام أيضا راح يتكلم بشكل مفصل عن البرامج التدريبية المتاحة، سواء التدريب ضمن المعاهد، التدريب على رأس العمل، طبعا تمكين أعلنت أمس عن الحزم التدريبية والفرص وأنواع التدريب المتاحة. وبالنسبة للشق الثاني اللي ممكن غالبية أصحاب العمل والباحثين عن عمل يحبون يسمعونه، اللي هو موضوع دعم الأجور. طبعا دعم الأجور داخل ضمن فلسفة وسياسة الحكومة في تعزيز أفضلية البحرين للتوظيف من خلال فلسفة الكلفة، أو جعل البحريني أو ميزان الكلفة يميل لصالح البحريني، بحيث أن صاحب العمل يختار البحريني مو لأنه فقط بحريني لأجل أنه بحريني، لا، يختاره بناء على حسبه وقناعة أن هاي
يكون أفضل إليه. طبعاً دعم الأجور بالتوازي مع رفع كلفة الأجنبي من خلال رفع رسوم الموازي، رفع رسوم المرن اللي أيضاً هي رسوم تصب في النهاية بعد لدى صندوق العمل تمكين، واستخدامها أيضاً في تمكين البحرينيين وتمكين أصحاب العمل. فهي منظومة متكاملة يعني الحقيقة، ممكن دعم الأجور ركيزة أساسية فيه، التدريب ركيزة أساسية، لأنه مو فقط إحنا نعتمد على فارق الكلفة. اليوم إحنا لما نقول نعزز أفضلية البحريني في التوظيف مو بس في موضوع الكلفة، لازم نعزز مهاراته. اليوم نتكلم عن التعليم، لازم يكون مخرجات التعليم تتوائم مع احتياجات سوق العمل. فالاستثمار في البحريني وإن نعزز أفضليته في التوظيف عملية مو سهلة، ممكن يكون شعار براق ولكن يحتاج إلى جذور عميقة يعني إن تشتغل فيه، إن يعني تحتاج تعلم صح في كل المراحل، في وتخصص الطلبة في المجالات المطلوبة في سوق العمل، وبعد التخصص يتم تدريبهم وإغلاق هاي الفجوة أو سد الفجوة بين مخرجات التعليم، وبعدها لازم تعالج مشكلة الكلفة، وبعد ما تعالج الكلفة تحتاج إلى الاستقرار. يعني لما يتوظف البحريني مو هدف إنه فقط يتوظف، شلون يكون يستقر في موقع عمله، شلون يتطور، شلون يفيد صاحب العمل، شلون يعني ان هاي الموظف او الوظفة صاحب العمل ان يترقى وياخذ اعلى المناصب اللي راح نستهدفها. طبعا احنا من ضمن خطط الوزارة احنا ما يعني نوظف لاجل التوظيف، احنا نوظف لاجل الاستقرار، نبغي نرفع مستوى المعيشة المواطنين، نبغي نرفع اجورهم. فهي تحديات مو سهلة في ظل ان يعني القطاع الخاص يعني عنده حرية القرار، يقدر يتحرك. السياسة الحكومية ما تحب او ما ننوي ان نفرض فرض على اصحاب العمل اي توظيف غير مؤهل، او نفرض عليهم ان يوظفون بحريني غير مؤهل. يعني احنا ما نبغي نسوي إشكالية في سير أي عمل مؤسسة معينة أن نفرض عليها أشياء تخلب عملها، ولكن كل اللي نسعى عليه أن نعزز أفضلية البحريني في التوظيف عن قناعة، سواء بدعم الأجور، بتعزيز مهارات. لما الحكومة تسعى أن تجذب استثمارات خارجية أيضا تسعى، يعني عملية التوظيف فيه مجموعة من السياسات تصب في نفس النقطة. تفضل أخي العزيز الأخ حسين بموضوع نسبة البحرنة. نسبة البحرنة ما في نسبة بحرنة واحدة إلى كل المنشآت، كل منشأة بحسب نشاطها، بحسب قطاعاتها، بحسب عدد العمال فيها يتم حساب نسبة البحرنة. طبعا هي تطبق آليا وما في تدخل بشري فيها في حسابها، فقط بس على كل نشاط تجاري يتم فرض نسبة عليه على أساس أنه يكون، ولازم تكون معقولة. يعني ما تقدر أنت نشاط اقتصادي معين أو منشأة ما يرغب البحرينيين في العمل فيها أنا أروح أفرض عليه نسبة عالية، لازم يكون في توازن. فالشغلة الأهم اليوم إحنا نتكلم إذا كان صاحب العمل ما أوفى نسبة البحرين شنو لازم يسوي؟ راح يدفع رسوم، رسومه مضاعفة، راح توصل ل 500 دينار على كل رخصة عمل إضافية. أيضاً هاي الرسوم راح تحول لصندوق العمل تمكين لتعزيز توظيف البحرينيين وتمكين البحرينيين وحتى أصحاب العمل. فأنا يعني أقدر أقول لكم البرنامج ممكن مبادراته الأوضح هو دعم الأجور والتدريب، لكن في عندنا مبادرتين أخرتين لهم علاقة بالموضوع بشكل مباشر وتخدم الهدف النهائي. يعني احنا اليوم لما نتكلم عن تمديد تصاريح العمل لمدة 3 أسابيع، يعني اي صاحب عمل لما يحب يستخدم عامل اجنبي من الخارج راح ينتظر 3 أسابيع ونجبره او اجباري وفق الاجراءات الجديدة انه يعلن الشاغر ماله في الصحافة، ومتاح للبحرينيين ان يقدمون عليها، ومتاح ايضا لكل العمالة الموجودة محليا ان تقدم مباشرة الى هاي الوظائف، وفي شفافيه والكل يعرف ان الشركه الفلانيه عندها الشاغر الفلاني.
احنا ممكن بعض اصحاب العمل يقولون والله هي تاخيرها، مو تاخير بالعكس، يعني من نتائج تجربتنا الفتره الماضيه تبين ان غالبيه اصحاب العمل يحصلون كل احتياجاتهم بصوره سريعه من السوق المحلي خاصه في ظل الجائحه. يعني انا ما ابغي ادخل في موضوع الجائحه لانه موضوع تاثيره بشكل مباشر ويعني قوي على سوق العمل، بس الحمد لله تمكنت البحرين من يعني تجاوز يعني خلينا نقول الجزء او المشكله الكبرى في ان المخاوف او التهديدات اللي كانت موجوده المتعلقه بتسريح العماله الوطنيه. طبعا تم ضخ اكثر من 225 مليون دينار في الفتره من مارس الى ديسمبر، 9 شهور الحكومة دعمت أجور البحرينيين 100% في جميع القطاعات أول 3 أشهر وبعدها 50% للقطاعات المتضررة. طبعا هاي مكن يعني الاقتصاد الوطني أن يتماسك، بالإضافة إلى الحزمة اللي أعلنت عنها الحكومة اللي تبلغ 4.3 مليار دينار. فالحمد لله تجاوزنا المرحلة الأصعب. الآن التحدي اللي نواجهه هو كيفية إدماج الباحثين عن عمل في الوظائف. سيطرنا نعم على العمليات الفصل، خلينا البحرينيين يتماسكون ويتمون في وظائفهم رغم يعني صعوبة الآثار الاقتصادية للجائحة. الآن نواجه التحدي الثاني اللي هو كيفية دمج الباحثين عن عمل أو الخريجين الجدد أو المسجلين كعاطلين في وظائف، يعني كيفية توليد فرص العمل الجديدة في 2021. ولهذا استجابة الحكومة كانت سريعة في إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف نسخته الثانية لمواكبة هاي التحدي. فالعملية متكاملة، وطبعا نشكر الجميع يعني على جهودهم في هالموضوع، ونترقب النتائج الإيجابية في الأيام القادمة في ظل هاي المبادرات والجهود. شكرا. شكرا أستاذ حسين الشامي، شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد جناحي، طبعا موضوع لما نتكلم إحنا عن دعم الأجور أو لما نتكلم عن تطوير أداء الموظفين فهذا برنامج لربما يمكن هو موضوع سطر واحد أو جملة واحدة، ولكنه هو في الحقيقة واسع وهناك عمل وفرق عمل ولجان تشتغل في تمكين. هل بالإمكان الآن طالما موجودين معنا مديري الموارد البشرية والتدريب تعطينا عن أهم الامتيازات لهذا الشأن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مرة ثانية أنت والإخوان المتابعين والمشاهدين الموجودين معنا في هذه الجلسة. طبعاً أستاذ حسين سبقني، أستاذ حسين ما شاء الله شرح الكثير من أطر الموجودة، يمكن أنا حاب أنبه على جملة مهمة تفضل فيها أستاذ حسين، هي منظومة. إحنا لما ننظر إلى الاقتصاد الوطني والأمور اللي لها علاقة بالاقتصاد الوطني مهم إن إحنا ننظر للمنظومة بشكل كامل. حكومة مملكة البحرين قاعدة تحاول إنها تبتدي من نقطة، طبعا من نقطة مساعدة البحريني ليكون مؤهل بالدرجة الأولى لدخول سوق العمل. بيمكن الجلستين السابقين حق هذه الجلسة لما تكلموا رؤساء الجامعات ومسؤولين الجامعات احنا قاعدين نتكلم عن تحضير البحرينيين لدخول سوق العمل. بعدين عندنا المجموعة اللي ما بين وجودها في سوق العمل وما بين تخرجها من التعليم، ان كان هذا التعليم الثانوي او الجامعي او غيره. هذه المجموعة ايضا تحتاج الى نوع من الدعم والتأهيل وجهود الاخوان في وزارة العمل والدعم المتواصل والشراكة المتواصلة ما بيننا وما بين الاخوان في وزارة العمل. اتصور يعني كان له ملامح واضحة قبل انتشار وتفشي الجائحة، واليوم احنا رجعنا يمكن بشكل اكبر وبشكل اقوى، وراح اتكلم عنه بشيء من التفصيل، واكيد دكتور عصام العلوي بعدين راح يتكلم عن بعض المشاريع اللي عندهم بعد في الوزاره اللي تعزز هذه النقطه. والمرحله الثالثه عندنا الناس الموجودين على راس العمل، ومثل ما تفضل اخوي حسين وما ابي اكرر كلامك، كان لمملكه البحرين جهود واضحه على مساعدتهم على المحافظه على وظائفهم في فتره حرجه وصعبه، يمكن الكثير من دول العالم تاثرت بها بشكل وتضررت منها بشكل كبير، لكن الحمد لله مملكه البحرين قدرت انها تسيطر الى حد كبير على الموقف.
واليوم احنا قاعدين نتكلم على فتح افق جديده فيما بعد هذه المرحله، وهي قاعدين نتكلم على الترقي الوظيفي والوصول الى مراحل عليا بالنسبه حق المواطنين البحرينيين من خلال البرامج اللي طرحناها. يمكن هذه الصوره العامه. الحين خلينا نتكلم من زاويه تمكين على الاقل. احنا عندنا اربعه اشياء مهمه يحتاجنا نتكلم عنها بالتفصيل. رقم واحد وهو برنامج دعم الاجور، تفضل استاذ حسين نتكلم عنه يمكن بشيء من التفصيل. تم الاعلان عنه في منتصف شهر واحد، وطرحت البرامج من تاريخ 24 يناير ما بين بشراكه مباشره ما بين الاخوان في وزاره العمل وبين صندوق العمل التمكين. ومن خلال هذا البرنامج احنا قاعدين نقول اي واحد مسجل على قوائم الباحثين عن عمل في وزاره العمل او خريج حديث تو متخرج من الجامعه او على وشك التخرج في الفتره الاخيره جدا الفتره المقاربه او متخرج في اقل من سنه، هذه المجموعه قد يحتاجون الى تحضير لدخول سوق العمل. فاحنا قاعد نقول حق رب العمل اذا انت مستعد توظفهم بدوام كامل وتسجلهم تسجيل كامل، طبعا وهذه يشمل الجزئيتين، يشمل الدوام الكامل بمعنى 8 ساعات فما فوق او حتى العمل الجزئي، هذه المجموعه بالشراكه ما بين وزاره العمل والتمكين احنا نغطي رواتبهم لمده 3 سنوات بنسبه 70% السنه الاولى، 50% السنه الثانيه، 30% السنه الثالثه. يمكن بعض المدراء القطاع الخاص والمدراء الشؤون الموظفين والموارد البشريه في المؤسسات يسال ليش 70 50 30؟ طبعا يمكن اخوان في وزاره العمل بعد يقدرون يفصلون بشكل اكبر. احنا قاعدين نقول انت في السنه الاولى تحتاج انك تدرب هذا الموظف، تحتاج تعطيه الموارد الاساسيه. خلون في بالكم يا مؤسسات القطاع الخاص ان الحكومه اليوم مد يدها لكم عشان تقول لكم خلوا البحرينيين هم الخيار الاول عندكم، واحنا بنساعدكم من طرفنا على اساس تساعدون هذه الموظفين يحصلون على المهارات المطلوبه. فهذه في البرنامج الاول وهو دعم التوظيف. بعدين عندنا التدريب، وبعد اشار له اخوي حسين واكيد بيفصل فيه الدكتور عصام بعدين. في جانب التدريب او في جزئيه التدريب اللي اعلنا بعد عنه امس انه راح يرجع من يوم الخميس ان شاء الله. هذا البرنامج راح يساعد المؤسسات اللي حابه تدرب موظفينها على جميع برامج التدريب اللي يحتاجونها، من تدريب عن بعد بحكم انتشار الجائحه، هاي التدريب كان شهادات احترافيه، هاي التدريب كان تدريب فني او تقني، هاي التدريب كان حتى اذا كانوا حابين انه يخلقون منصات للتلمذه المهنيه والعمل الجزئي اللي انا متاكد اخوان وزاره العمل راح يفصلون فيه راح يتكلمون عنه بالتفصيل فما راح اسبقهم، هذه ايضا في له دعم من خلال المنصه الجديده للتدريب. ومعاه الشباب الخريجين، وانا هني كلامي يمكن مو بحق الاخوان مدراء الاتش ار في المؤسسات الموجودين معنا والحاضرين في هذه الجلسه، لكن كلامي حق الشباب المشاركين. اذا حابين تستفيدون من هذه المنصات تسجيلكم مع الاخوان في وزاره العمل راح ياهلكم ان تحصلون دعم 100% على البرامج التدريبيه اللي تساعدكم على اساس تتخطون هذه فتره الفجوه اللي موجوده ما بين تخرجكم من التعليم ودخولكم في سوق العمل او ما بين الوظائف في فتره وجودكم بين وظائف. اذا انتم طلعتم من وظيفه معينه مؤخرا وراح تدخلون وظيفه جديده، تسجيلكم اكيد راح يضمن لكم ان تحصلون هم فرص توظيف ان شاء الله عن طريق الاخوان في وزاره العمل، وفي نفس الوقت عن طريق منصه التدريب اللي هي جايه بالشراكه ما بين الجهتين وبتوجيه مباشر طبعا من مجلس الوزراء الموقر ضمن المشروع الوطني للتوظيف. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بعض المؤسسات يقولون إنزين إحنا عشان نوظف نحتاج البنية التحتية التشغيلية، يعني نحتاج الأجهزة والمعدات اللي بنخلي الموظفين البحرينيين يشتغلون عليها. تمكين أطلقت تاريخ 21 فبراير برنامج تطوير الأعمال. هذا البرنامج بيساعد المؤسسات ل العمل على خططهم التطويرية اللي من خلالها إذا احتاجوا رأس مال بشري وثروة بشرية تمكين مع وزارة العمل راح تدعمهم على أساس يحصلون الموظفين المؤهلين أو نأهلهم أيضا على أساس يشغلون الوظائف اللي يحتاجونها.
الجزئيه الرابعه اللي حابه اتكلم عنها هي جزئيه التطوير. انا الحين وظفت واحد وهذا الموظف موجود على راس العمل، انا حابه ادربه. ايضا منصه التدريب اللي اعلنا عنها وراح ترجع ان شاء الله من يوم الخميس، هذه المنصه راح تساعدهم على تاهيل موظفينهم للترقي الوظيفي. واذا كان هناك رغبه ايضا في زياده رواتب هذه الموظفين البحرينيين المواطنين فقط طبعا، اذا كان في رغبه لزياده رواتبهم تمكين ايضا من خلال البرامج نقدر نساعدهم ندعم زياده الرواتب هذه لمده 18 شهر علشان يبقى البحريني خيار جيد وخيار افضل عند المؤسسات العامله في مملكه البحرين. كلمتي الاخيره، وانا متاكد دكتور عصام راح يضيف الكثير حق الكلام اللي قلناه انا والاستاذ حسين، كلمتي الاخيره هي دعوه. اذا معانا اليوم ناس موجودين هم اصحاب مؤسسات في القطاع الخاص ورؤساء جامعات موجودين، اذا كان هناك مدراء قسم الاتش ار او اداره شؤون الموظفين، هذه دعوة لكم حكومة مملكة البحرين من خلال هذه الشراكة الموجودة بين الإخوان في وزارة العمل وما بيننا في صندوق العمل، مدينا أيدينا على أساس نساعدكم نخلي البحريني خيار أفضل في سوق العمل. نحتاج مساعدتكم أن تشاركون معنا بتوظيف هذه الشباب الموجودين في هذه القوائم إن كانوا خريجين الجدد أو الموجودين على قوائم الباحثين عن عمل، على أساس نوفر فرص قدر الإمكان ونرتقي بمستوى الخدمات الموجودة ومستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام في مملكة البحرين. يعطيكم العافية وشكرا لكم هذا الوقت. نعم أستاذ أحمد، ما شاء الله عليك كفيت ووفيت، ما شاء الله أنت يعني مكملين لبعض صندوق العمل التمكين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الآن والله ودنا أننا نسأل الأستاذ علي إبراهيم فرج رئيس التنفيذي لشركة إنسي مينا، إذا ممكن أستاذ علي بس تعطينا فكرة عن أهمية التواصل والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، سواء أو مع القطاع الخاص مثل شركتكم وبين الجامعات فيما يخص التدريب وأهمية التدريب الميداني، وبشكل عام عن التعاون بين في ظل هذه الجائحة، أو شنو تطلعاتكم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل التمكين. فالباب مفتوح أمامك وبإمكانك تفيدنا بأي معلومات ممكن السادة المشاركين يستمعون إليها، وأيضا مديري الموارد البشرية راح يستمعون إليك أيضا. فلتفضل أستاذ علي. حياكم الله من جديد. أول شيء أشكر القائمين على هذا المنتدى المتميز، وارحب بالسادة الحضور والمستمعين الكرام. طبعا في البداية الشراكة بين القطاع الخاص والعام شراكة مهمة جدا ومتينة، بحاجة إلى أن احنا نركز عليها بشكل مستمر وبشكل متتالي. طبعا احنا في الشركة عندنا راح منذ بدء الجائحة تغيرت بعض السياسات وركزنا على جانب التدريبي والتأهيلي للموظفين للباحثين عن العمل، معذرة للباحثين عن العمل وحديثي التخرج. فمؤخرا احنا طبعا راح نبتدي ان شاء الله برنامج فرص عمل أما 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 قريب مع بالتعاون مع وزارة العمل. فالباحث عن عمل أو حديث التخرج عادة ما يكون كما ذكر الأستاذ حسين الشامي أن الوزارة تركز على تنمية مهارات القادمين الجدد إلى السوق، وهذا إحنا دور جدا مهم راح نتبناه إن شاء الله عن طريق برامج فرص، وراح ننمي مهارات ونصقل مهارات الباحثين عن عمل والحديثي التخرج أيضا، والحمد لله وبرعاية أيضا تمكين كما ذكر الأستاذ أحمد الجناحي، أيضا عندهم حزم، عدة حزم راح ينزلونها، حزم دعم من خلال بالتعاون طبعا مع وزارة العمل. فأهمية الشراكة بين القطاع أو الخاص أهمية كبيرة لديها، وإحنا طبعا من تقريبا من 15 سنة نتعامل مع وزارة العمل، والحمد لله رب العالمين وزارة العمل عادة ما توفر لنا
وفر لنا الموظفين الأكفاء البحرينيين، واللي هي كانت سبب رئيسي في زيارة نسبة البحرين لدينا إلى نسبة تخطى 80%. فبرنامج التدريب اللي راح يكون عندنا راح نركز على صقل مهارات حديثية التخرج وصقل مهارات الباحثين عن العمل أيضا. وبالإضافة إلى هذا نتمنى يعني من الجميع من جميع قطاع شركات الموجودة في القطاع الخاص أيضا يشاركون في هذا الأمر، بحيث أنه يتبنون حديثية التخرج، يتبنون أيضا الباحثين عن العمل ويحتوونهم بالصقل مهاراتهم وبتدريبهم، بما أن الفرصة موجودة ومتاحة من قبل وزارة العمل وتمكين. فاحنا ان شاء الله عما قريب راح نبتدي في هذا البرنامج بشكل كبير جدا، واتمنى جميع دوام التوفيق للجميع. ما شاء الله استاذ علي، شكرا جزيلا على مداخلتك القيمه. دكتور عصام العلوي. يعطيكم العافيه جميعا. طبعا يقول لك دائما الشخص الاخير قد تكون ادفانتج او ديس ادفانتج لانه هو يتكلم في الاخير، لكن انا اعتبرها ادفانتج لانه أعتقد الجماعة كفوا ووفوا وقالوا كلام جدا طيب من بداية من الأخ حسين اللي تكلم عن السياسات والأطر العامة والأهداف الوطنية على مستوى يعني مثل ما يقولون at higher level. أخونا طبعا أحمد جناحي أيضا ما قصر، أعطاكم بعض المعلومات تخص تمكين. والأخ علي تو نحن متلاقيين معاه من فترة بسيطة، وبالفعل هو تكلم عن مشروع فرص اللي أنا بتكلم عنه بشكل موجز. طبعا أنا يعني بارش شوية أكثر في موضوع اللي هو ايش يعني واتس ان ات فور الامبلوير، او خلينا نقول الاتش ار براكتيشنرز او الاتش ار مانجرز في القطاع الخاص عموما، يعني بشكل خاص. احنا عندنا مجموعه مبادرات، وطبعا تمكين هم اساسا احنا لا تلاحظون احنا نقول تمكين يقول وزاره العمل، وهذا صحيح يعني هذه يعني قاعدين نشتغل على قدم الوساق خلال الفتره المضت على اساس ان نطلع بهالمنظومه المتكامله كلها. أنا عندي ثلاث مشاريع، طبعاً عندي مجموعة مشاريع، بس أنا الثلاث مشاريع اللي أنا أشوفها الآن أو مبادرات أشوفها راح تصب في مصلحة الباحث عن عمل البحريني وأيضاً صاحب العمل بمثل مدير الموارد البشرية، نتكلم عن مشروع فرص ومشروع ضمان ومشروع تأهيل. هاي الثلاث مشاريع اللي أنا أشوفها يستحق أن احنا نعطي شوية من وقتنا أو حق وقت الآخرين اللي يسمعون معانا اليوم يعرفون عن المشروع ولو بشكل موجز، والتفاصيل إن شاء الله موجودة عندنا راح نعطيكم اياها خلال الفتره السابقه المقبله. انا في الفتره السابقه يعني خلال اسبوعين اللي مضوا انا خاطبت تقريبا معظم شركات الخاصه في القطاع الخاص، شركات بحرينيه، مديراء الموارد البشريه، وحصلت على ترحيب كبير من هذه الشركات، وانهم لهم الرغبه في مساعده الوزاره وايضا مساعده اعياننا الباحثين عن العمل. احنا العرف ان وزاره العمل مع تمكين توفر برامج اللي هي كلاس بيس ولا فيرتشوال النظريه، يعني اللي هي بالشهادات والمؤهلات والبيسك سكيلز والامبلويبلتي سكيلز. ضفنا تراك جديد، مسار جديد اللي هو كان نسويه قبل بس باستحياء، اليوم احنا نسويه بشكل بجره اكثر، وحطينا له بعض الضوابط وحطينا له اطر، ومشي ان شاء الله راح يمشي على اتموج، وخلال الفتره المقبله يعني اتوقع ان شاء الله خلال أقل من سنة راح تكتمل صورته بشكل أوضح من الآن من اليوم وأيضا من قبل سنة. مشروع فرص طبعا احنا هذا المشروع طبعا في مباركة جدا جميلة جاتنا من سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه، طبعا هو تقديم فرص تدريبية على رأس العمل في المؤسسات القطاع الخاص، وأيضا ممكن المؤسسات الحكومية تشترك معنا إذا حبت تستقطب الباحث عن عمل المسجل عندنا في الوزارة. احنا هذا هدفنا ان نشوف الشخص المسجل في وزاره العمل نقول له اليوم عندك انت اكثر من مسار، اكثر من اوبشن، اليوم انت شبعناك من التنظير ومن برامج تدريبيه، اليوم لك الحق انك تلتحق ايضا بالقطاع الخاص كمتدرب. يعني لو قلنا فرصتك في التوظيف حسين سعى معك حسين الشامي وحاول يسوي لك وظيفه وانت ما قدرت، لكن انا اخذ بيدك اليوم نوديك حق التدريب، والتدريب هذا وقتي طبعا بس تدريب على راس العمل هاندز اون، بيتعلم منه الكثير، بيتعلم في الشيء اللي راح يضيف عليه في السي في ماله اللي اللي اللي, اللي راح يكون يعطي نقله، سواء كان بيشتغل مع صاحب العمل نفسه او مع صاحب عمل اخر، هذه راح يشجع ويحفز. طبعا في تفاصيل حق المشروع احنا ما بنتكلم عن اليات العمل وما شابه ذلك، بنتكلم بشكل موجز. ترى اليوم احنا نتوقع من اصحاب الاعمال واصحاب الشركات ومن يمثلهم من موارد بشريه انه يلتحقون معنا في البرنامج هذه، ويختارون منخبه من الباحثين اللي عندنا المسجلين مع مختلف التخصصات لمهن معينه أو مهن مختلفة، مهما شاءت الشركات أو القطاع الخاص تبي من مهن
او عفوا من متدربين احنا راح نكون نوفر لهم هذا العدد سواء 10 و20 و30 وحتى واحد، بس احنا ننتظر يعني منهم هم احنا رهن اشارتهم. احنا اللي بيصير طبعا تسوي وين وين سيتويشن او اكثر من وين سيتويشن، لان الكل بيستفيد، احنا كاصحاب اعمال والموارد البشريه راح يستفيدون، راح يحصلون يعني فوائد كثيره من وجود هذا الشخص اللي بيشتغل معاه متدرب لفتره معينه، لانه قد يكون هو الشخص المناسب اللي راح يثبتونه في الوظيفه. وعقب ما يثبتونه في الوظيفه هنا الاخ حسين راح يستلمه ويعطونا بعد ايضا الامكانيات الثانيه، وخلينا نقول البنفيتس الثانيه. احنا الان اتفقنا مع تمكين ان شاء الله، وطرح هذا الموضوع مع الاخ علي حسن راح يتكلم ان شاء الله في الجلسه المقبله. احنا حتى ال 150 دينار المكافاه راح نوفرها حق المتدرب على راس العمل شهريا، وقد تصل مده التدريب الى حوالي 24 شهر، واحنا نحاول نخليها اقل لاننا بنشجع صاحب العمل انه يوظف العامل لما يشوفها زين عقب 6 شهور او 8 شهور. هذا بالنسبه حق فرص طبعا، وطبعا الله يحفظه سمو الشيخ ناصر مهتم اهتمام حتى هذه اللحظه، ونعطي تقارير دوريه وبالشراكه مع وزاره الشباب وشؤون الشباب والرياضه ايضا معنا كشركاء. وطبعا مثل ما قلت لكم تمكين ايضا يعني هم الساعد الايمن لنا ومعنا من اول طريق. عندي مشروع اخر اللي هو اسمه ضمان. ضمان احنا عملناه بطريقه شوي مختلفه، انا قاعد اركز على المشاريع اللي ممكن تفيد صاحب العمل. احنا قلنا حق معاهد التدريبيه اليوم انتم دربتوا وكفيتوا ووفيتوا، ليش ما تدشون معنا كشركاء حقيقيين استراتيجيين في وضع ان انتم تكونون تدشون معنا في موضوع ايجاد فرص وظيفيه للباحثين عن عمل عن طريق معارفكم وعلاقاتكم الشخصيه مع اصحاب الاعمال. وبالفعل بدات بعض المعاهد تهتم في هذا الموضوع، they knock doors، يروحون حق المعاهد التدريبيه، عفوا المعاهد تروح حق المصانع والشركات بالقطاع الخاص وتبحث عن الوظائف اللي موجوده، تكون وظائف نوعيه طبعا، يرجعون لنا احنا باشرافنا نقوم بدورنا شو نسوي، احنا نشوف هذه الوظائف او المهن هل تناسب البحرينيين؟ نعم. نشوف كم شخص راح ياخذون الجماعه او بياخذون خلينا نقول، طالما المعهد هذه راح يدرب بعض المهارات اللي يحتاجها هذا الشخص. لما يدرب هذا الشخص ويحطه على راس العمل ويوظفه توظيف دائم، احنا راح نعطيه فلوسه صح، اللي هو فلوس المعهد التدريبي. وهذه نجحت الفكره قبل سنه واكثر، اليوم احنا بعد معززينها بطريقه اكبر واحسن، وان شاء الله تعطي يعني نتمنى فوق ال 1000 1500 شخص راح يتدرب عن طريق هذه المبادره. المبادره الثالثه اللي هي تاهيل، ذكرها الاخ احمد بشويه بشكل او باخر، اللي هو احنا قلنا اليوم اي شخص متوظف جديد مستجد خذ له اقل من سنتين مع صاحب العمل في القطاع الخاص، احنا بعد مستعدين نتكفل ونتحمل المسؤوليه ونقول له تعال شنو يحتاج من تدريب، احنا مستعدين ندربه. وايضا يعني راح على اساس تعزز من مكانته، تخليه في شيء يسمونه اللي هو احنا نسميه ريتنشن، ان ابقاء الموظف في مكانه او يتطور الى المكان الافضل. فهذا اللي راح نسعى له ان شاء الله خلال الايام المقبله. واحنا عندنا الان بدينا طبعا، كان في سوفت اوبننج في البدايه، والان بدينا قدام على هذا الموضوع، ونامل ان شاء الله مع نهايه العام 2021 راح ندرب فوق ال 10,000 شخص باذن الله على حسب كمؤشر اداء عندنا حق الحكومه الموقره. هذا بالنسبة لي بشكل موجز، لأن أنا أدري الوقت يداهمنا وفي جلسة أخرى جاية بعد في ناس تنتظر، فأنا يعني أقول حياهم الله يشرفون الجماعة كلهم الأصحاب الأعمال ومن يمثلهم إنه يجون ويدشون على موقع الوزارة، ونحن مستعدين نجاوب على كل سؤال يطرأ عليهم. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور على المشاركة القيمة، ما شاء الله عليك دكتور عصام العلوي، كفيت ووفيت، وأنا متأكد أن جميع المعلومات اللي تفضلوا بها السادة المشاركين في هذه الجلسة معلومات قيمة، وجميع المؤسسات تتطلع إلى التعاون مثل المبادرات اللي قامت بها صندوق العمل تمكين مشكورة، وبدعم أيضا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسهيل العقبات على جميع الشركات والقطاعات في القطاع الخاص. فنشكر كل من الدكتور عصام العلوي مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما نشكر السيد حسين علي الشامي مدير إدارة التوظيف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك نشكر الأستاذ أحمد حسن جناحي رئيس قسم أول الشراكات ودعم العملاء صندوق العمل تمكين، ونشكر الأستاذ علي إبراهيم فرج رئيس تنفيذي شركة إنسي مينا. فألف شكر لكم على ما تفضلتم به من معلومات هامة، ألف شكر. شكرا. الآن ننتقل للجلسة الرابعة، يتحدث معنا وستكون عنوان هذه الجلسة الرابعة الباحثين عن العمل،
وراح نستضيف ايضا معنا الدكتور عصام العلوي مدير اداره التدريب وتطوير القوى العامله بوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، والاستاذ علي حسن مدير اداره برامج الافراد بصندوق العمل تمكين. فاهلا وسهلا بكم مجددا. يا هلا اخوي، احنا معاكم وبنكمل معاك ان شاء الله. الله يحفظك. ان شاء الله. الاستاذ علي حسن، اتصور هناك خلل تقني يبدو، لم ما ادري اذا الاستاذ علي حسن. طبعا راح نبدا مع الدكتور عصام العلوي. طبعا انت ما شاء الله عليك بحر في هذا المجال، واحنا في عندنا طبعا بعض الاستفسارات التي تراود بعض ارباب سوق العمل للامانه، وايضا الباحثين عن عمل، فشيء مهم انهم يعرفون عن كثب من قبل ممثلي الوزاره. فعندنا احنا اربع محاور. المحور الاول يقول الفتره الزمنيه العالميه لفتره الانتظار للحصول على على فرصه العمل، هل هي شهر، هل هي سنه، هل هي محدده او غير محدده ان كانت موجوده لديكم. والسؤال الثاني رحله البحث عن العمل وفرص التاهيل للحصول على الوظيفه، هل عند الان انا باحث عن العمل. تخليني انا لما يدخل معنا الاخ علي حسن ممكن انا اعطي بشكل موجز. فترة الانتظار يعني هذه فترة طبعا، يعني أكون صريح معاك، يعني أنا ما رحت بحث في جوجل وقلت لك والله سنتين ولا سنة ولا ست شهور. طبعا هذه الظروف الأخ حسين تكلم عنها في بداية المحور الثالث، قال عن الوضع السائد الآن وش قاعد يصير في البلد وشنه الأمور اللي قاعد تمر عليها. طبعا في هناك يعني خلنا نقول نتكلم عن موضوع الديمان والسبلاي، هي موضوع ثاني طبعا. انت لما في الحاله الطبيعيه، لما تتكلم عن حاله طبيعيه بلد في وضع نفس البحرين، في شيء اسمه ديمان وسبلاي. احنا نوفر السبلاي اللي هو الايدي العامله البحرينيه، نتكلم عن الجانب البحريني الان اللي هو الايدي العامله، وعندك الجهه الثانيه اللي هي الديمان، ايش قد يحتاج حق سوق العمل. طبعا الاتزان في هذا الموضوع موضوع صعب جدا، حتى لو كانت ما كان عندك كوفيد 19 واي جائحه، الاتزان لما توصل ان في توازن ما بين الديمان والسبلاي هذا موضوع كبير وديبيتبل، ما راح اقدر اناقش لك اليوم ولا بكره لانه راح يطول الموضوع. بس انه بشكل عام هذه طبعا احنا ناس ما يقولون المدينه الفاضله اللي ما فيه عطاله وما فيه بطاله، طبعا هذا الموضوع جدا بيكون يعني صعب ان نحققه، وبالذات في هذا الوقت اللي احنا نمر فيه الان في وقت الجائحه. انا اقدر اقول لك انه ما في وقت محدد، هي هناك في الله يسلمك ارد لك على موضوع الطلب والعرض والطلب، ارجع اقول الفروقات الفرديه اللي موجوده عند الشخص نفسه. الشخص نفسه اللي تشوفه قدام عينك هذه ممكن يكون اليوم مؤهل وعنده احسن شهاده وعنده احسن تدريب، لكنه غير قادر انه يحصل على وظيفه. ليش؟ لان هناك يمكن عنده تنقصه بعض المهارات، تنقصه بعض النتورك، بعض العلاقات، تنقصه انه يبرز نفسه امام الاخرين. فانا اعتقد هي مو مرهونه بوقت ولا زمن معين، هي تعتمد اعتماد كلي على عوامل كثيره. بس انا اقدر اقول عوامل فرديه اللي تعتمد على الشخص نفسه، عوامل اللي هو مؤهله، مهاراته، ايش قد النتورك اللي عنده، ايش قد ممكن يواصل اكثر على النفس اللي عنده، او انه يكون هناك عوامل اخرى اللي هو يعني تغمض عينك بكره يقول لك والله في الريتيل سيكتور محتاجين حق 1000 وظيفه وفي استعداد حق 500 شخص موجود وعندك نقص حق 500. فهي العوامل الاخرى، العوامل الاقتصاديه اللي تكلمت عنها انا قبل شوي، وما مدى استجابه السوق حق استقبال او خلينا نقول وجود وظائف مهمه حق الباحث. فانا باختصار عشان ارد عليك على هالموضوع، ما في وقت او زمن معين، هي العمليه مستمره وهي تعتمد على بعض العوامل، ما قد تكون شخصيه فرديه وقد تكون اقتصاديه واجتماعيه وما شابه ذلك. في سؤال ثاني انت سالتني اياه تبي تطرحه مره ثانيه، وكان الاخ علي معنا يعني بعد راح يشارك معنا. ما شاء الله ما شاء الله. نرحب بالاستاذ علي حسن مدير اداره برامج الافراد بصندوق العمل تمكين. اهلا وسهلا بك استاذ علي. اهلا وسهلا. انا ما شاء الله عليكم. طبعا تمكين لعبت دور كبير في اثناء الجائحه للامانه قبل الجائحه. فاحنا في عندنا سؤال للامانه بالنسبه الى الانتربرنور، بالنسبه لرياده الاعمال. وانت تعرف اليوم ان الدول المتقدمه الانتربرنور يلعبون دور هام جدا في الاقتصاد الوطني للدول، لتلك الدول. الان اريد ان اتعرف اذا ممكن استاذ علي، رياده الاعمال واليه الدعم الحديثه. البعض يقول ان تمكين موجوده وقاعده تدعم المؤسسات، طب هل هذا الدعم فقط على قطاعات معينه
أم أن هناك قطاعات يعني شملتها مؤخرا أكثر بسبب ظروف جائحة كورونا كوفيد 19؟ فودنا بس أن الآن السادة المشاهدين في البعض منهم انتربرنور، فريد يتعرف عن كثر عن شنو تمكين عندها، يعني هل درست احتياجات الباحث الريادة الأعمال؟ نعرف هذا موضوع حساس نوعا ما، وبالتالي صندوق العمل التمكين لعب دور كبير، الجميع يشهد أمانة سواء قبل الجائحة أو أثناء الجائحة، وذلك من خلال دعم الرواتب والأجور وإلى آخره. فهل ممكن بس تعطينا تتكلم لنا عن الانتربرنور وشنو الفرص، وين يقدرون يستثمرون في الفترة القادمة؟ هل هناك اختصاصات معينة أنتم ترشحونها في عندكم مثلا في صندوق العمل التمكين أن الانتربرنور يتوجه إلى هذا القطاع دون القطاع الآخر؟ فالأمر موضوع عندك أستاذ علي. أهلا وسهلا ومشكور يا أستاذ حسين على السؤال. إذا بنتكلم عن الانتربرنورشيب أو ريادة الأعمال في تمكين، فهذه جزء لا يتجزأ من عمل تمكين. يعني إحنا اليوم إذا نرجع إلى أهداف إنشاء صندوق العمل، راح تشوف أن الهدف الأول هو أن يكون البحرين الخيار الأمثل في سوق العمل، والهدف الثاني هو جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. وإذا تكملها فتقول أنه بعد عشان يخلق وظائف مناسبة إلى البحرينيين أن يتمجون في القطاع الخاص. إحنا فكر الانتربرنورشيب وفكر ريادة الأعمال نتبناه مو بس إلى فئة الباحثين عن عمل أو واحد ضاقت به السبل وقاعد يفكر أنا شو لازم أسوي الحين، هل أفتح لي مشروع صغير أبدي في حياتي المهنية أو أروح أدور على وظيفة؟ لا، إحنا يعني ارتئينا أن نرجع من البداية، من المدرسة، من الجامعة، ونرسخ فكر ريادة الأعمال في عند الطلاب الشباب البحرينيين. هذه الاساسيات اللي احنا نتكلم عنها، سواء كانت احنا نوصلها بشيء بسيط مثل مسابقات او كوريكولم، يعني اشياء دراسيه او سوشيال ميديا او اويرنس كامبينز الى اخره، هتهدف الى بس ان اي وونت تو انستيل هذا الاويرنس في مخ الطفل او الشاب. وقت اللي يتخرج هذا الطالب ويصير باحث عن عمل، يكون احنا عطيناه يعني فكره وفرصه ان هذه ريادة الاعمال وهذه ما تحويه ريادة الاعمال. الحين هذه وبعد له سبورت. ناو الحين هذه الفلسفه مالتنا، شنو السبورت اليوم المتوفر الى ريادة الاعمال؟ طبعا يعني كنت اتمنى احنا في زماننا كلنا كان موجود هذا السبورت، يعني يمكن 60% من الموجودين الثلاثة اليوم يكونوا مو موجودين هني موظفين، لكن اليوم it's an opportunity for الباحثين عن عمل. أنت كل اللي تحتاجه إذا كنت منخرط في هذه الفكر، فأنت عندك آلية العمل، شلون ممكن هذا الفكرة تتحول إلى مشروع، المشروع يتحول إلى قصة نجاح. وتمكين اليوم دورها أن تمول وتساعد سواء عن طريق المنح أو التمويل عن طريق البنوك، أن شلون نحول هذه الفكرة إلى مشروع. ما عندنا يعني restriction على أنواع القطاعات أو أنواع النشاطات اللي ندعمها. أي فكرة اليوم تمكين will support it and is supporting it. في فترة الجائحة في 2020 طبعا في بعض القطاعات انتعشت، بعض القطاعات يعني ما كانت ذات حظوظ نفس غيرها، وهذا نفهم احنا في التأثير ماله على 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 السوق وعلى طبيعة انواع الأنشطة اللي قاعدة تطلع حاليا. لكن هذا مو مرتبط بإجراء نظامي داخلي، بالعكس احنا we believe in the open market، ونعتقد ان الشخص هو اعلم بفكرته. وبس قبل يعني عشان ما اطيل عليكم هني، بس انت تتكلم ان يعني اليوم you never know متى next burger shop is the next McDonald's. You don't know متى the next coffee shop is the next Starbucks. So we are still supporting all and every type of activities في الايكونومي مالنا.
نعم، احنا الجميع يشهد لدور صندوق العمل التمكين بدعم مختلف، سواء كان باحث عن عمل او طالب او رائد عمل. فالان اذا هل هناك امكانيه للاستفاده من فرص التدريب في مختلف القطاعات؟ يعني الان مثلا انا اعمل في مؤسسه وارغب في الحصول على بعض المهارات او الشهادات الاحترافيه، فيا ريت استاذ بس تخبرنا يعني هل في امكانيه الان الاستفاده منها من جديد، وكون ان الجائحه لما يعني على العالم وبعدين صار في شبه توقف، وبالتالي فودنا بس نعرف بس اخر التطورات الموجوده عندكم استاذ علي. احنا يعني الحين الشركات ما تقدر تستفيد ولا الافراد يقدروا يستفيدون، بس عقب 24 ساعه they will. احنا في بدايه هذا الاسبوع اعلنا عن عوده دعم برامج التدريب للمؤسسات والى الافراد من باحثين عمل او من موظفين في تاريخ 25، سو ان شاء الله غدا ان شاء الله ببدي التسجيل على الدعم الى التدريب، وهو نفس اللي كان موجود قبل الجائحه، نفس كان ما كان موجود كفكر، لكن مو نفس كان موجود كآليه والى اخره، لان اليوم واقع سوق العمل، واقع الاحتياجات المهارات اختلف تماما عن ما قبل الجائحه. لكن اذا نتكلم او تسال عن دعم التدريب الى تطوير الموظفين البحرينيين باسم المؤسسات او الافراد من باحثين عن اعمال الموظفين، فان شاء الله من غدا راح نبدي هذه الرحله مجددا ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، انت اجبت على السؤال. واتصور مدراء او اصحاب المعاهد الخاصة ارتاحوا من خلال الإجابة هذه، خاصة وأنك أنت الآن دعمت قطاع هام وحيوي ألا وهو قطاع التدريب، فأنت أجبت على الكثير من خلال الشرح المختزل البسيط. شكرا جزيلا أستاذ علي، ما شاء الله، يعني أنا متأكد أن الجميع ارتاح من هذه الإجابات القيمة والمفيدة، وهي تدعو للاستمرارية أمانة، وتدعو إلى المواصلة المشوار. فصحيح أن بعض المستثمرين أو بعض رواد الأعمال عندهم إشكاليات في بعض أمور، مثلا قد تكون مثلا أمور لوجستية أو شيء، وبعض الأحيان تكاد تكون إلى إغلاق، ولكن لطالما موجود صندوق العمل تمكين، فالرائد عن العمل انتربرنور ما عنده مشكلة أنه يواصل، وكل السبورت راح يحصل عليه إن شاء الله في مختلف القطاعات. فكلامك كله واضح أستاذ علي، ما قصرت، وألف شكر على وقتك الثمين. نرجع إلى الدكتور دكتور عصام العلوي، إذا ودك تقول أي شيء قبل ما ننهي هذه الجلسة. طبعاً يعني أنا ما بعيد نفسي من المحور الثالث اللي كنا نتكلم فيه، لكن أقول هي دعوة أدعو فيها طبعاً على أساس أن اليوم اللي معانا يكونون طلبة وباحثين عن عمل، أتمنى ذلك أن يسمعون، وإن لم يسمعوا ذلك مادة مسجلة تعطى لهم أو توصل لهم كخبر إعلامي. أنت ما شاء الله عليك حسين تقدر توصل المعلومة بطريقتك الخاصة. الفكرة الآن أن احنا كل باحث عن عمل نبي يكون مسجل عندنا في وزارة العمل عشان يستفيد من كل خدماتنا، سواء كانت خدمات التوظيف أو الأنمبلويمنت سكيم يحصل على التأمين ضد التعطل، أو التدريب بمختلف برامجه، سواء تدريب عملي، تدريب نظري، تدريب على شهادات احترافية. يعني الأخ علي حسن اليوم أنا كلمة بشكل مستمر أقول له أخوي علي وافقت لي على كذا وكذا كذا، قال لي عصام كل شيء موجود عندك، خلاص أنت عليك تحت مظلة البورت اللي عندنا راح تستفيد من البرامج، إن كل عيالك اللي مسجلين عندك في وزارة العمل راح يستفيدون من البرامج التدريبية اللي موجودة، أو كل الأفكار والرؤى اللي عندك والمبادرات المشتركة والمشاريع راح تستوي إن شاء الله. طبعاً بركات الله ثم بركات إخواننا في تمكين، وعلى رأسهم طبعاً سعادة الشيخ محمد بن عيسى والأخ الدكتور إبراهيم جناحي والطاقم العمل اللي يشتغل معه، ولا نخفي طبعاً دور سعادة وزير العمل ما شاء الله عليه متابع جيد، ومو بس متابع يعني أضيف شغلة أنت قلتها قبل شوي، قلت اليوم بشق الأنفس كانوا جماعتنا اللي هم أصحاب المعاهد التدريبية كانوا خايفين على القطاع نفسه. الله يحفظه سعادة وزير العمل كان مهتم في هذا الموضوع واجتمع بالأصحاب المعاهد من خلال اليومين اللي مضوا، وطبعا يعني عطناهم الكلام الطيب طبعا باتفاق مع أخواننا تمكين. في الأخير احنا هدفنا شنو؟ هدفنا ان احنا يعني البحرين
وعيالها اللي هم ابنائنا العاطلين اللي راح يكون ان شاء الله اليوم في 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 اماكن افضل واحسن، وان نشوفهم في وظائف فيها استدامه وفيها يعني ما يكون تيرن اوفر عالي، يكون واذا كان بيطلع من وظيفته الحاليه بيروح وظيفه افضل. هذه كلها اهداف مشتركه بيننا احنا وبين تمكين، هدفنا هو البحرين انه يرتقي ويكون له مكان افضل. وهذه دعوه مره ثانيه ادعوها فيها مو اصحاب الاعمال ومن يمثلهم، المره الدعوه حق كل الباحثين عن عمل يسجلون في برامجنا، وان شاء الله مثل ما قال الاخ علي في خلال 24 ساعه راح يفتح البورتل وراح نفتح البرامج وتكون ان شاء الله يعني مدروسه صح، وراح تكون اضافه نوعيه حق الكل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. فاذا تمكين والعمل ملتزمون بدعم المواطن البحريني وجميع المؤسسات في استمراريه اعمالهم. الف شكر لك استاذ الدكتور عصام العلوي مدير اداره التدريب وتطوير القوى العامله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا. احنا استفدنا الكثير للأمانة من مداخلتك السريعة هذه يعني في عجالة، وربما وجهنا إليكم الدعوات كلكم في وقت متأخر، ولكن ما شاء الله عليكم يعني قدها وقدود. ونشكر الأستاذ علي حسن مدير إدارة برامج الأفراد بصندوق العمل تمكين على ما تفضل به وجعل المواطن البحريني وايضا جعل الانتبرنور انه مطمئن على استمراريه عمله. فطبعا للامانه ان انتهز هذه الفرصه امانه، يفترض ان اقولها من بدايه اللقاء، ان اتوجه بالشكر الكبير لسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه على اهتمامه الكبير في استمراريه جميع القطاعات بمملكة البحرين، وحرص الشديد على منح المواطن البحريني الحرية في اختيار أي تخصص يرغب في الانخراط به سواء في الجامعات أو من خلال صندوق العمل تمكين، ودعمه المباشر لجميع القطاعات دون استثناء. فألف شكر لك يا سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ونشكر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لاحتضانه ورعايته للعام العاشر على التوالي لمعرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل بنسخته العاشرة، وجميع الإداريين وموظفين ومنتسبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما لا يفوتني أن أشكر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على دعمه اللامحدود وتوجيهاته لمختلف الإدارات ومجلس التعليم العالي لاستمرارية هذا الحدث السنوي الهام. فألف شكر لكم جميعا، ونراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا دكتور عصام، شكرا للأستاذ علي، مشكورين.